عندنا بتخفض الجانب الاعلامي. مين بده يسوق منتج الفني ويقدمه بشكله اللائق والاحترافي الا يكون واحد اعلامي متخصص بهذا المجال. الفنان ما بيقدر يسوق نفسه. بيسوق عمله الفني، وبالتالي احنا معظم فرقنا او ربما كلها فيها نقص الجانب الاعلامي، ما فيها اعلامي حتى يقدر يسوق هذا المنتج. فرقنا بشكل عام ما لها نكهه خاصه ولوكا. انا اعتقد بما انه احنا مجموعه شكلنا فرقه لا تكون لنا شكل معين. لا تكون في لنا نكهه خاصه بعيده عن الفرق الاخرى. كل الفرق المتشابهه بتقدم عروض مسرحيه وبس. وين الفكره الاساسيه اللي التقيتوا عليها حتى تقدموا هذه الاعمال الفنيه؟ اعتقد ان الفرق لازم يكون في عندها محور اساسي بشكل تقديم، بحيث لو اجى مين ما يحضر العرض المسرحي يقول هذا الفرقه الفلانيه لانه بيقدموا هذا الشكل. لازم يكون في عندهم اهتمام بالشكل المسرحي الجمالي والفكري للاعمال اللي بيقدموها. بدون ما يكون في لهم نكهه خاصه وشكل خاص، اعتقد انه بصير تشابه كبير بين الفرق، وبالتالي بصير يعني نرجع للافراد احسن ما نعود للفرق. لربما الفرد يكون في عنده رؤيه مختلفه عن الاعمال التي تقدم. النقطه الاخرى اللي انا بشوفها اذا بدها الفرق تكون مؤثره، يجب الاحتكام الى شباك التذات. لازم الفرق تعود الى شباك التذات. شباك التذاكر اختالته بشكل مباشر وزارات الثقافه. مع احترامي طبعا كل القائمين على وزارة الثقافة، واحنا يعني جزء من هذه الوزارات، لكن بشكل عام وزارات الثقافة اختالت شباك التذاكر. تقدم دعم للعروض المسرحية مبلغ معين، وبالتالي انت مطلوب منك تقدم اربع او خمس عروض وانتهى العمل. طيب جهد خمس شهور او ست شهور وفي تجريب وفي شكل وفي شغل اقدمه خمس او ست عروض وبعدين يجلس. انا بقول على الفرق المسرحيه العوده الى شباك التذاكر، للابتعاد خطوه بعد خطوه عن الدعم الحكومي. لازم هي تمول نفسها، وبالتالي وان تضمن الاستمراريه. واعتقد هو اجمل شيء انه انا لما بروح اقدم مسرحيه واشوف التذاكر الناس بتزدحم على شراء هذا التذاكر. مثل ما حكينا كما قال برنارد شو، شباك التذاكر لا يكفي. وهنا الفرقه الحقيقيه تستمر وعروضها تبقى موجوده على مدار العام اذا كانت حقيقيه ولها نكهه خاصه وشباك التذاكر يغطيها، وتبتعد ابتعاد كامل عن كل التعليمات اللي ممكن تقدم لها من وزارات الاعلام او الثقافه او التراث او كل هذه المسميات. اذا شباك التذاكر هو المخلص الوحيد لهذا الفرق، واللي هي الوحيده القادره على هذا التجريب في هذا المجال، الذهاب الى شباك التذاكر. لانه الافراد كمان صعب انهم، لكن الفرقه لما تكون مجموعه قادره انها تتحمل خسائر اول شهر انهم يشتغلوا بلا اجور. اعتقد انه جمهورنا اي جمهور بيحبوا المسرح لانه فن فطري قريب من الناس، اذا بيصلهم واذا بيعرفوا انه في مسرح بيتحركوا. فبالتالي الفرق عليها مهمة العودة إلى شباك التذاكر لإنقاذ المسرح العربي حتى يصبح حرا ومستقلا فكريا وجماليا. يجب العودة إلى شباك التذاكر. الجانب الآخر أنه الفرق المسرحية اللي نشوفها قديما كان أشر، كان في تنظيرات. هلا ما بنشوف تنظيرات. لو تشوف عروض مسرحية لفرق، وين تنظيرات؟ ايش المنهج اللي بتشتغلوا عليه؟ ايش الافكار اللي انتم جمعتوا عليها وبتقدموها؟ ولا احنا بطلنا نشوف. كان قديما بيان للمسرح الاحتفال، استمتعوا كل اللي ركض يشوف البيان الجديد شو اللي بدهم يقدموه. بالتالي الفرق لازم يكون في تنظيرات لها. هذا التنظيرات يكون في الى جانب تطبيق، يعني ما نقرأه بالتنظير نشوفه بالتطبيق. بالتالي لازم يكون بالفرق ناس مفكرين عقول كبيره قادره على تقديم التنظيرات للجماليات ما قبل العرض وما بعد العرض.
احيانا ما بعد العقد بصير تجاريات جديده، وبالتالي المنظر يبدأ ينظر بشكل اخر. اذا هذه الفرق يجب ان تكون، يجب ان يكون فيها منظرين، وبالتالي تقديم نظريات المسرح او تنظيرات حول الاعمال المسرحيه المقدمه. انا حبيت يعني بس اعمل هذا المداخلة اللي ربما تكون هي تكتمل بمداخلات وتكتمل بأنها تكون مفاتيح للحوار لتطوير هذا القطاع، لأنه أنا أعتقد أنه الفرق المسرحية هي التي يجب أن تسود حتى تستمر، ويجب الالتفات لها بشكل كبير حتى تصبح مؤسسات قادرة أن تعيش وتقدم ما هو جديد بعيد عن أي سلطة، ربما تكون سلطة دينية، ربما اجتماعية، ربما سياسية، سلطات كثيرة بالمجتمعات. لما تكون فرقة مستقلة حرة أعتقد أنها تبتعد عن هذه السلطة. ونترك الحديث لزملائنا. هذا أحمد. جلسة أكيد يعني تقدم لنا نماذج وأساليب عن كيفية إدارتهم لهذه الفرق. لا شك أن أيضا أنا أكون أيضا ممثل لهم في الفرقة في دبي مثلا في الشارع، لكن إن شاء الله في فيما تبقى من الوقت نتكلم في هذا الموضوع. أنا أترك الحديث لأولي الأستاذ أحمد سلمان. أحمد جسمي أحمد جسمي بعد الأستاذ جسمي صديق عزيز ومبشرين وعلى مدار طويل سنوات طويله، هو ايضا من المشاركه وايضا كان عضو فعال في مجلس اداره الجمعيه المسرحيه، وايضا كونه ايضا صاحب شركه انتاج قيمه وشركه انتاج دراميه مهمه في دوله الامارات، ايضا له تجربه في مجال الاداره. ذات دورة الإمارات في شيء مميز، إحنا جزء من المسرح الخليجي، وبالتالي الحديث عن المسرح الإمارات يعني الحديث يعني عن المسرح الخليجي بشكل عام، لا إحنا توجهاتنا أو حتى أشكال الإدارات الموجودة. ما يميز الإمارات إن أحيانا يمكن عدد الفرق، حد يستغرب أن الفرق العادية الموجودة في الإمارات يمكن تصل إلى 18 فرقة مسرحية. طبعا عدد كبير. فكرت مع نفسي اني راح اتحدث عن تجربه المسرح الاماراتي، عن اداره، عن عروض، عن التاريخ. قلت يعني اصل في موضوع العروض والشق غرب وشرق، قلت خليني اكتب كلمتين واقراها على اساس اخلص في خمس دقائق وتكون في المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الفرق المسرحيه الاهليه مسارات وخيارات. نطلع على واقع الفرق المسرحية الأهلية على الصعيدين المحلي والخليجي، يعني تضامن عن أهمية هذه الفرق في دينونة النشاط المسرحي، كونها استمرت وتسهم بشكل كبير في إيجاد هوية مميزة للمسرح المحلي والخليجي، كما مثلت هذه الفرق منصة رصيدة وانطلقت من عدد كبير من المواهب في كافة مجالات المسرح، ورفضت الساحة الفنية العديد من الأسماء النامة في الدراما التلفزيونية والأعمال السينمائية. لقد حقق الموجز المسرحي والفن والثقافي لهذه الفرق من خلال جهود مضنية بذلها قلة من رواد المسرح المحلي والخليجي الذين كان دافعهم الوحيد العمل الفني والجهد الإبداعي شغفهم بالمسرح، وقدموا خلاصة خبرات سنوات طويلة من أعمارهم لم يبحثوا عن أي مكاسب شخصية، بل كان لديهم حب
بالمسرح الخاص في هذا المعشوق، فتركوا لنا بصمة واضحة في جدار وجدران المسرح المحلي والخليجي والعربي. صح التعبير. وهنا تبرز أهمية الفرقة المسرحية الأهلية في ديمومة النشاط المسرحي، كونها تعد ركيزا أساسية في إدارة هذا النشاط محليا وخليجيا. إضاءات على البدايات، تكاد تكون بدايات الفرق المسرحية الخليجية متشابهة إلى حد ما. وقد بدأ المسرح الخليجي من خلال تجارب مسرحية بسيطة في المدارس الحكومية كشكل من أشكال النشاط المدرسي على ذلك، حيث كان لهذا النشاط بالغ الأثر في لفت انتباع طلبة المدارس إلى هذا الفن الذي لم يكن معروفا لديهم من قبل. ثم انتقل ليشكل النبذة الأولى للفرق المسرحية الأهلية لاحقا، ولتبدأ معه الحركة المسرحية بالتطور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. أبرز المواضيع التي تناولها المسرح الخليجي مثلت مواضيع الصراع بين قيم وتقاليد المجتمع وقيم الحياة المعاصرة، وقضايا النضال ضد الاحتلال والوحدة الوطنية والقومية أهم المواضيع التي طرحها المسرح الخليجي في بداياته، بالإضافة إلى بعض الأعمال التجريبية واستخدام ثيمات تراثية على مستوى الديكور والقناع والأزياء. بعدها بدأ استخدام التقنيات الحديثة في العرض المسرحي والسينمائي، وهذا التشابه في المسارات والخيارات يفرض على المسرحيين الخليجيين التفكير المشترك في وضع الحلول التي يمكن لها أن في العمل المسرحي الخليجي، وهو ما يجعل وجود مهرجانات مسرحية خليجية مثل مهرجان المسرح الخليجي للفرق الأهلية ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي ضرورية ومهمة لبناء قاعدة رصيدة للانطلاق نحو آفاق أرحب. إدارات الفرق المسرحية الأهلية. تعد أشكال الإدارات الحالية للفرق المسرحية الأهلية الخليجية المتمثلة بنظام مجالس الإدارات المنتخبة نموذجا جيدا لإدارة النشاط المسرحي داخل الفرق، والذي يوفر بيئة صحية لتبادل الآراء وتطوير الأفكار التي من شأنها إيجاد أفضل سبل وآليات تطوير العمل الإداري والفني. وعليه فإن السعي إلى تحقيق منجز مسرحي وقطاعي متميز يحتاج إلى دعم ورعاية مستمرة وخطط تشغيلية واستثمارية طويلة المدى. وهذا ما نلمسه من خلال رعاية مؤسسة ثقافية نفخر بها في ممارسة مشاركة متمثلة بداية الثقافة والإعلام التي لا تأمل جهدا في تطوير الحراك المسرحي على المستويين المحلي والخليجي. وهنا تبرز تحديات حقيقية أمام الفرق المسرحية الأهلية في وضع آليات مرنة في إدارتها، وكيف يمكن للفرق المسرحية بصفتها جمعيات ذات نفع عام تستمر بعطاء النشاط في زمن الانشغالات والمغريات والإنتاج التلفزيوني. لذلك من المهم أن نتحدث عن أهمية الفرق المسرحية بالنسبة للممثل والمخرج والمؤلف والفني والمبدع بشكل عام. إن الفرق المسرحية هي الجهة التي تشارك دائما في المهرجانات المسرحية وتعد الحصار الصفق وبهذا الواقع حتى مع الظروف الحالية التي تمر بها هذه الفرق كعزوف النجوم والأسماء الكبيرة عن خشبة المسرح في الوقت الحالي الذي خلق فجوة بين الأجيال المسرحية، وكان السبب ابتعاد بعض عن المسرح من ذلك الجانب المادي والشهرة الواسعة التي توفرها الدراما التلفزيونية مقارنة بما يقدمه المسرح من مردود مادي ومعنوي للفنان المسرح للفرق الأهلية مش المسرح الجانب الإنتاج الخاص. لذلك تحتاج الفرق المسرحية الأهلية إلى دعم معنوي ومادي كبير لموازنة صفتي الميزان، يعني أن على وزارات الثقافة في كل دولة بصفتها المسؤولة عن نشاط المسرح أن تهتم بالمسرح من الناحية المادية، وكذلك توفير بنية تحتية للمسرح كبناء قاعات مسرحية ورعاية الفرق بعروضها ودعمها في المشاركات الداخلية والخارجية. وفي هذا المقام أود أن أشير بكل فخر واعتزاز إلى الدعم الذي يقدمه لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للثقافة بشكل عام والمسرح بشكل خاص، ليس في الإمارات فحسب بل في الخليج والوطن العربي. وأكبر مثال على هذا الدعم والاهتمام تلك الرواية المسرحية التي كتبها سموه للمسرح ودعمه المتواصل لأيام الشارقة المسرحية التي أصبحت من أهم المهرجانات الخليجية والعربية، ونحن اليوم في الدورة 26 من أيام الشارقة المسرحية التي لم تكن لها أن تستمر في هذا النجاح والتألق كل هذه السنين لولا دعم سموه الكريم.
وكذلك إنشائه للهيئة العربية للمسرح والشعبي مباشرة على كافة أنشطتها ومعتقداتها، ومتابعته مستمرة لأحوال المسرح والمسرحيين على مستوى الوطن العربي، فنتج عن هذا الاهتمام ولادة مهرجان المسرح العربي الذي من شأنه أن ينشط الفرق المسرحية العربية كذلك في الوقت الذي توقفت فيه العديد من المهرجانات المسرحية العربية أو تكون متقطعة في أغلب الأحيان بسبب غياب أو ضعف الدعم والرعاية والتبني الفني لها. وللمسرح الخليجي أيضا نصيب في هذه الرعاية وهذا الاهتمام كما سمو الكريم، وأطلق من خلال الشارقة المسرحية مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، ونحن إن شاء الله على موعد مع الدورة الثانية وعلى بداية السنة القادمة إن شاء الله. لذا نجد أن المسرح الإماراتي ولله الحمد منافسة قوية في المهرجانات الخليجية والعربية بفضل الوعي والخبرات التي يزدهر بها مسرحنا المحلي، وما زال الأمل حاضرا في المسرحيين الجدد والجيل الشباب الذين يلتحقون بالمسرح ويشاركون إدارته ليسلم لهم المهمة في قيادة كافة الفرق المسرحية وحسب المرتكزات التي يتكئون عليها، ولكن لا بد من الاجتهاد والإخلاص وقبلهما حب للمسرح بالشرط. هنا أود أن أسلط الضوء على تجربتي الشخصية في إدارة فرقة مسرح الشارقة الوطني، هذه الفرقة التي تركت أعرف الفرقة المسرحية الأهلية على صعيدين المحلي والخليجي والفخر لنا، حيث يرتكز جل اهتمامنا على تقديم الطاقات الشارقة في المسرح ومنحهم كافة أشكال الأداء والثقة والوقوف إلى جانبهم في بناء شخصياتهم الفردية وصقل مواهبهم من خلال إشراكهم في العديد من المهرجانات المسرحية المحلية والخليجية والعربية وإشراكهم في أعمال مسرحية ضخمة مثل الأعمال المسرحية لصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الذي دفخر بمسرح الشارقة الوطني أن نكون منتجين لهذه الروائع المسرحية لسموه، وكذلك القادم في تجارة مسرحية متقدمة ومبدعة مثلا مع المخرج المبدع محمد العامري، وكما تبنيناه شابا طموحا مخلصا مبدعا هو بدوره يتعامل مع الجيل الجديد من المسرحيين الشباب في اعماله بنفس الروح والتبني مع الشباب المحب للمسرح. بدي اضيف بان دائما نبحث في الفرق الاهليه عن رواد ومبدعين جدد عشان يلتحقوا بالمسرح. المزيه الكبرى اللي حاصله عندنا ان الاجيال الجيل المحب الجيل القديم لما كان موجود كان المسرح شوية في الشارع أكثر وأكثر، مش فقط في إنتاج الأعمال الفنية حتى في رسم الخطط طموحة الإدارة، وبالتالي هذه الفجوة اللي حصلت ما بين الأجيال، وهذه أيضا البحث دائما يتم عن وجوه شابة ومبدعين جدد في التمثيل، أو يعني ناخذ المبدعين خلال أعمالهم الفنية كفنيين كمخرجين، ونفس نبحث أيضا أنا أعتقد اليوم إحنا نواجه أن نبحث أيضا مواهب إدارية كيف تدير المسرح. المشكلة الكبرى اللي حاصلة لبعض الفرق ممكن توقفت لأن الأسماء الكبيرة اللي كانت تدير المسرح لسبب ما ابتعدت عن المسرح، فالمسرح توقف تماما أو تغير أو تبدل نشاطه، وكأن الفرق الأهلية متوقفة على الشخص أو شخصين. ولهذا دائما لما نشتغل مع بعض كأخوان، إدارات الفرق تكون يا أخوان رغم كل الظروف اللي حاصلة، لكن نرجو أن يعني نستمر فقط لأن الفرقة هذه تحتاج إلى الدعم أيضا من ناحية كأسماء أو كأشخاص وتجاربهم وأوضاعهم، لكن مع الأسف يمكن يعلم أن النجومية الدراما التلفزيونية بدأت بالفعل مثل ما ذكرت قبل شوية تسحب أسماء كبيرة، هذه الأسماء لو تكون يعني مثلا ممثلين مش مشكلة، لكن بعض منهم كانوا مديرين جيدين يعني كانوا أصحاب إدارة في فرقهم. أنا أتصور أن الفرقة تحتاج إلى إحنا كلنا يعني بكل حب وإخلاص نبقى فيها حتى نسجل الدكتور الجولي الجديد ونستمر الفرقة في العطاء. شكرا مستر حمد، شكرا مستر حمد في الكلام يمكنه مستر حمد إسناد السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. المسرح القومي في الدرمان أو كما يحلو لي دائماً أن أسميه مسرح الدرمان القومي هو عنوان الحلقة المسرحية بالسودان. لا يكاد يذكر المسرح القومي إلا وتذكر الحلقة المسرحية السودانية المعاصرة بكل تفاصيلها، ولا تكاد تذكر الحلقة المسرحية إلا ويذكر مسرح الدرمان القومي. مسرح أنشئ عام 58 و افتتح رسمياً في يوم 3/17 من نوفمبر 1959. أنشأته الإذاعة السودانية لأجل ما تقيم فيه الحفلات الغنائية السهلة وتقوم بنقلها مباشرةً على الهواء لتوسيع قاعدة مجتمعية. وما كانت المساحة المتاحة فيه للمسرح تزيد عن مساحة الفواصل بين الوصلات الغنائية، وهذه الفواصل كانت تملاها الفرق الكوميدية الصغيرة اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت بتقديم الاسكتشات والميكات المصرية والأشياء من هذا القبيل، إلى أن جاء عام 1967 اتخذ الوزير المختص بالشأن الثقافي عنذاك الأستاذ عبد المجيد وحسب الله رحمه قرار بأن يخصص المسرح القومي لتقديم المسرحيات. وكان هذا انطلاقا من أنه بعد ثورة أكتوبر بدأ هنالك نوع من الوعي الثقافي ينتشر في كل المجتمع وبالذات في المنظمات الفئوية والشبابية والطلابية. وكان كثير من هذه المناظرات تتبنى قضية المسرح ولكنها لم تكن تجد المكان الذي تعرض فيه مسرحياتها. وبالتالي نظمت حفلة حملها نظمتها مجلة الإذاعة في ذلك الوقت في عام 66 وناقشت هذا الموضوع وأشرف عليها الأستاذ حسان سعد الدين كان مدير تحرير هذه المجلة ونبخرت هذه المجلة على هذه الحملة عن ذلك القرار بأن يخصص المسرح القومي في الدرمان لتقديم المسرحيات. وبذلك أصبح المحرقة المسرحية مقر وبيت تأوي إليه وورشة ومعمل ومختبر تجري فيه كل أدواتها، ثم تنطلق بعد ذلك بشكل مواسم مسرحية منتظمة ومتتالية وعروض يومية متتالية. هذا كان شكل الحلقة المسرحية في ذلك التاريخ. وتغيير استراتيجية المسرح بهذا الشكل كان حافز رئيسي للكثير من عناصر المسرح والدراما في ذلك الوقت، وكانوا منتشرين يعني بشكل كبير وأفراد وكانوا يتحاورون في حول المسرح القومي في الإذاعة والتلفزيون وكل الأجهزة الثلاثة موجودة في مقر واحد. وذا كنا نخاطب في البرامج اللي كانت بنعدها في ذلك المسرح القومي والمسرحيات، وكان محفز رئيسي لكثير من المبادرات الجديدة في مجال الكتابة والتأليف والإخراج والتمثيل وفنيات العرض عشان ما تسهم في إزهار هذه البرامج وإغنائها وتزويدها بالوقود اللازم اللي وراء معرفتها بشكل متصل ومستمر. لذلك بدأت تظهر قصة الملاك الحق المسرحية الجديدة وأخذت تتشكل مفاهيمها ترسخ تقاليدها وتضع الأسس التي اتجهت عليها في الانطلاق، اتسعت قاعدتها حتى شملت القطر كل تقريبا. ظاهرة ناعدة البيت آواها وبالنسبة لها المسابة المعمل المختبر إدارة ساهرة اهتمام رسمي قبل أنها تكون عندها ميزانية بتصرف في ميزانية الدولة الرسمية في البنود بتاعتها وبينفق من هذه الميزانية على تمويل هذه العروض. واستمر الحال كذلك إلى أن مر عقد من الزمان ولاحظنا أنه المسرح أو الحركة بدأت تكتظ بعدد كبير جدا
خصوصا اللي كانوا في سنه 69 دام معهد الموسيقى والمسرح واللي هو الان كليه للدراما والموسيقى، واخذ هذا المعهد يغذي هذه الساحه بخريجيه والذين كانوا يغذوا هذه الحركه وشرايين الانتماء. المهم لاحظنا انه العدد بتاع الناس المشتغلين في هذه الحركه بدا يزايد بشكل بدا يلفت النظر يعني ويلفت الانتباه ويتطلب ان يكون هنالك نظره موضوعيه لتنظيمه وتوجيهه، لانه بدات الناس تتداخل ما بينهم اعتقد المسرحيه النجوم يعمل في اكثر من مسرحيه وعمل النجوم في اكثر من مسرحيه بعروض عروض المسرحيات في اكثر من مكان وهكذا. فوجهنا هذه المجموعه انها تنظم نفسها في فرق مسرحيه، وفعلا بدوا ينظموا نفسهم في فرق مسرحيه، وده اقتناع لانه يعني في مجال الفرقه المسرحيه او في يعني نستطيع انه نجمع كيانات بشكل اكبر وممكن تقدم افكار في جو صحي، وممكن يعني الناس تكون متاحين كمجاميع في اي وقت الناس تحتاجون عشان ما يوجهوا الوجهه اللي هم عايزينها. دم فرقه العزه، فرقه المسرح الحر، فرقه المسرح السوداني، فرقه الارض، فرقه الاصدقاء. هذا بالاضافه الى جماعات اخرى اخذت قصه اتباعا بعد 76، وهي جامعه قناعات فكريه وفلسفيه معينه. الجوهر بتاعها طبعا تمر على الثوابت والتقاليد المسرحيه السائده على المزاج، كما هو لدى العديد من المبدعين الطبيعيين في المسرح. ودي اعتمد كمان على التجريب والبحث الدؤوب عن سير واشكال فنيه جديده من الشيء السائد في ذلك الوقت. منها جماعه السفين، ومنها جماعه المسرح التجريبي، ومنها مسرح مجموعه قصر الشباب، ومجموعه النفير وشوف والمختبر، وكلها فرق كانت من خريجين تقريبا معهد الموسيقى والمسرح، ومن العناصر اللي كانت بتتدرب في قصر الشباب والاطفال وهي عناصر من الهواء، وغير ذلك من الفرق اللي حملت لواء المسرح المتنقل والمستقيل وكذا. لكن للاسف الشديد في سنه 76 حصل نوع من التضخم في الاوضاع الاقتصاديه في السودان، وهذا التضخم انعكس اثره على المجالات المسرح، وكانت المسرح هو بمول هذه المسرحيات، يعني كان وفق لائحه مرتبط عليها بيدفع حقوق المؤلفين وحقوق المخرجين وحقوق الممثلين وبكل التكاليف بتاعه العرض اليومي للمسرحيه، ويشيل الايرادات كثرت او قلت بعد ما يستوفي او يوفي الناس حقوقهم كلها. لكن بدات الامور في الميزانيه تحت المسرح يؤثر على هذا النشاط بشكل واضح جدا جدا. ترتب على ذلك ان المسرح عجز تماما ان يوفي بالتزاماته تجاه هذه الفرق. زي ما قلت كان التزام المسرح تجاه هذه الفرق والجماعات المسرحيه ان يتحمل عنها تكلفه الانتاج وتشغيل مسرحياتها مقابل التنازل عن الايرادات. فارتباك او شح الميزانيه او ضموره ادى الى ارتباك كبير، وخلى الفرق دي تبتلج المواطن اللي ممكن يسانده، فكثير منها توقف عن النشاط. حتى الفرق بتاعت الشبابيه دي واجهت كثير من المشاكل لانها ما استطاعت ان تصمد على الرغم من سمو اهدافها وجديه اعضائها. لم تستطع انها تنتج مسرحيات كبيره جماهيريه لانها هي اساسا قامت على التمرد على هذا النمط من المسرحيات، ولم تتمكن من تقديم عروضها على مسارح الدوله او المسارح الخاصه، وهي لا تملك التمويل الكافي الذي يمكنها من انتاج عروضها. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى الظروف السياسيه منعت نوع من النشاط، منعت النشاط الصغير في الجامعات والمعاهد العليا، والفرق اللي كانت بتقدم نشاطها في المؤسسات التعليميه وبتقدمه للمنظمات الخاصه يعني في اماكنها والانديه الثقافيه. فمنع النشاط السياسي في الجامعات، فقل التزام الجامعات بهذه الفرق بشكل يعني لافت النظر، فده ادى الى توقفها وادى الى ارتباك برامجها.
المهم انه الفرق الاهليه او الخاصه اللي احنا والدهن بين تقوم او تتدور لم تستطع ان تواصل بمجرد يعني نشوء بسبب ظهور هذه الميزانيه. ده بالنسبه للفرق الاهليه او الخاصه، لكن انا بركز عليكم هذه المداخله الفرقه الرسميه، لانه الفرقه الرسميه هي كانت مثال بتاع اهتمام كبير جدا جدا بالنسبه لنا. المسرح القومي اولا هو مؤسسه حكوميه يتبع لوزاره الثقافه، وكان طبيعي انه يسلم على الممارسه المسرحيه ما يعشعش فيه من النظم الديوانيه ونظم الخدمه العامه، وهي بالعرض كبير جدا مع اسلوب العمل الفني واسلوب العمل المسرحي. ولقينا انه المسرح يحتشد بعشرات الموظفين من خريجين الكليه او البحث الموسيقي والمسرح، وهم متخصصين في مختلف طرق العمل المسرحي، لكن لانه قاعدين تحت وظائف ديوانيه عندها شروط تعقيد مختلفه، ما استطاعوا انه او لم يستطع المسرح ان يستثمر جهوده بشكل بناء. لانه تلقى موظف المسرح القومي وهو فنان بحكم دراسته وتخصصه وما عنده يوم من عمل حسب مركز التكوين الذي تخرج فيه، الا انه في نفس الوقت موظف حكومي حسب عنوان الوظيفه التي تم استيعابه فيها ولائحه الخدمه العامه التي يخضع لشروطها. الصفه المزدوجه دي ساعد الموظف بتاع المسرح انه يتحايل ويتسيب ويتهرب من اداء عمل اي عمل في طبيعه محدده، فهو ليس لديه واجب يومي روتيني كاي موظف عام في اي موقع اخر. ومن هذا المنطلق يصبح تواجد في المحل اذا موقع العمل اذا تواجد نوع من العقاب السافره او عجز على العمل نفسه. ومن ناحيه اخرى عندما يكلف هو نفس الموظف بعمل فني ينسجم مع طبيعه تخصصه يتهرب منه يقول والله يا اخي انا وظيفتي ما كده. يعني يقول لك الوظيفه هو خريج بتاع كليه بتاع الدراما ومخرج لهناك، ويجي يخصص اسمه في وظيفه بتاع بول باشكاكي. لانه دي الوظيفه المتاحه في ما عندنا وظائف في لوائح الخدمه بتاعت مخرجين وممثلين وكده في ذلك الوقت. فبيتهرب منه يقول لك والله انا باشكاكي هشتغل مخرج ليه؟ فبيطالب باجر فوق مرتبه على هذه المهمة الجديدة. الحاجة الثانية الوقت المخصص للعمل الفني هو بيقع في غير ساعات العمل الرسمية. يعني لما نيجي نعمل جروبات بتاعتنا بنعملها في العصبيات. والمسرح القومي الناس اللي شافوه يعني هو مسرح مواصفاته المعمارية يعني متواضعة جدا جدا، أخونا أستاذ حاتم شاف المسرح القومي وغيره شاف. مواصفاته المعمارية متواضعة جدا جدا، يعني لا تبني له عمل إلا بعد الساعة الخامسة عصرا. البرومات لازم تجي في غرفة العمل الرسمية. فلما الموظف ده طالب بإني أدي عمل فوق غير ساعة العمل الرسمية بطالب بأجر أو مكافأة مالية أو حافز أو أي حاجة، اللي هي بتكون عبء على الميزانية وتكون غير موافق عليها. عشان كده أصبح المفهوم بتاع العمل اللي ساعد عليه هذا الوقت إنه زيادة مرتب لكل امتيازات ومكافآت وتلقيات يحتاج يكون في واجب محدد بالنسبه لوظيفه المسرح القومي، واستغلال وقته الخاص في العمل الفني سواء كان من انتاج المسرح القومي او انتاج اي جهه اخرى او الاذاعه او في التلفزيون وهكذا. فاصبح في نوع من التسيب كبير جدا جدا في حشد من الموظفين لا ينسجم ولا يستقيم مع لوائح واساليب الخدمه العامه. ده واجهناه احنا في سنه 76 بتكوين فرقه قوميه. قلنا الناس كلها خلاص عشان احنا نوجه شغلهم ويكونوا كلهم موظفين عندهم طبيعه العمل واحده انهم يعملوا فرقه قوميه. لكن اصدرنا هذا المشروع بقرار اداري من مدير اداره الفنون المسرحيه انذاك. قرار اداري. ما عنده اي حمايه السلطه اللي اصدرت هذا القرار. وفعلا قامت الفرقه القوميه سنه 76 وقدمت عرضها الاول مسرح الكيل في برنامج واحد من تعليم الدكتور خالد المبارك، وقابل وجد هذا العرض
استحسان كبير جدا جدا من المسؤولين كلهم على كل المستويات، إذا من وزير الثقافة إلى مدير المصلحة إلى كل الناس اللي شاهدوا العرض، وعشان يضيفوا لحد كبير واستبشروا الناس فينا بقيام هذه الفرقة، واستبشر العاملين فينا بأنهم وجدوا الإطار القانوني اللي ممكن هم يتواجدوا فيه بشكل ينسجم مع تخصصاته وأساليب عمله. لكن بمجرد ما راحت الإدارة التي أصدر ذلك القرار وعقبت قرار الإدارة أخرى ما كانت مقتنعة بهذه الفكرة، فلغت الموضوع بتاع الفرقة ولغته وهي تستعد لتقديم المسرحيات التالية. وأذكر العرض الثاني اللي كانت بدأت تستعد فيه الفرقة هو مسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم، وكان بإخراج دكتور سعد الدين أنا سعد يوسف عبيد اللي هو فيما بعد إلى عميد كلية الدراما والموسيقى. وقدم هذه المسرحية وكيفة الغروبات بتاعتها بحجة والله ميزانية الإدارة أو ميزانية المسرح القومي في ذلك الوقت لا تستطيع تغطي تكاليف هذه المسرحية. وبهذا القرار المتعجل والسريع ألقيت فكرة الفرقة القومية وعلقت على الرغم من احتفظوا بها ثلاثة منذ عام 76 واستغل هذه اللحظة عند الضرورة لما يكون في فكرة على السفر إلى الخارج لتمثيل السودان مسرحية خارج السودان لترفع لافتة الفرقة القومية، وفي حين لا بد الفرقة القومية ولا حد. لذا أنا المرة الثانية كلفت المهام للمسرح القومي. أنا كنت لسه من 76 وعندما كلفت المهام المسرح القومي زين بعد أن حل الهيئة القومية للصلاة والفنون، فاضطرت في أن ألقي الحجارة في الماء الساخن مرة أخرى، وضبط قرار أول من وظيفة التفكير مع السيد وزير الثقافة بأن يؤسس للحركة المسرحية أو تدعم ترتيبات مؤسسية تحمي هذا المنصب. الترتيبات المؤسسية بأنها تهيئ له المظلة القانونية اللي تختلف تماماً عن المظلة تحت الخدمة العامة، وأن لا يكون المسرح القومي تبع وكيل الوزارة وإنما يكون تبع أمين عام المجلس القومي لرعاية الآداب والفنون، والمجلس القومي هو كل شيء بقانون. وطلبت أن يكون هنالك مشروع لمؤسسة أو هيئة قومية للمسرح تكون عندها شخصية إدارية ومالية مستقلة وخاتم عام وله أن يتقاضى باسمه في الإدارة. وطرحنا مشروع المسرح القومي السوداني، وطرحنا لائحة لمشروع القومي المسرح القومي السوداني تحت مظلة المجلس القومي لرعاية الآداب والفنون، وأنشئ بأقرار وأهداف محددة. ينشأ المسرح القومي السوداني كمنظوم عمل قومية ودعامة أساسية من دعامات وزارة الثقافة، ويعمل على تنفيذ استراتيجيتها في مجال اختصاصه، وتكون له شخصية إدارية ومالية مستقلة وخاتم عام وله أن يتقاضى باسمه. عشان كده أنا قلت لك لأنه عندي كلام كثير وشايف الوقت. المهم أنا من مهام المسرح القومي السوداني لما دارنا نوريك التهيئة المؤسسية اللي احنا عملناها، يعني التهيئة المؤسسية انه مشروع القومي السوداني، المسرح القومي السوداني صدر بقرار من الوزير تحت مظلة المجلس القومي للآداب والفنون. هذا المسرح القومي السوداني تديره لا يديره وكيل وزارة ولا يديره مدير المسرح القومي، وإنما مدير موصف لجنة استشارية هي اللي تدير العمل فيه. اللجنة الاستشارية بتاعته اللي هو الهيئة بتاعته مكونة من عناصر عندها الكاريزما الثقافية اللي بتخلي اقتراحات مستجابة بسهولة لدى السلطات العليا. هذه اللجنة الاستشارية بدأت بيقول الفقيه عبد الرحمن الله يرحمه مؤسس الحركة المسرحية المعاصرة في السودان، فيها الأستاذ علي مهدي كان رئيس اتحاد المهن التمثيلية، فيها الأستاذ سعد الدكتور يوسف سعد يوسف، فيها مدير إدارة الثقافة في منتجات ولاية الخرطوم، مكونة من 9 أو 12 شخص من المسرحيين اللي هي هذه الإدارة أو هذه اللجنة الاستشارية. رفع راح لوزير الثقافة بتكوين فرقة قومية
مصلحنا وربع بهذا القرار انتشار الموضوع اعماله لحق تنفيذي للفكره التوظيف التمثيل الاخري بناء على توصيه من اللجنه الاستشاريه للمسرح اقول ندفع الى سيدتكم اللجنه التنفيذيه للفكره التوظيف التمثيل للاطلاع عليها والاختيارية حتى تتمكن هذه الفكره من ممارسه عملها على اسس واقع وحتى نهيئ لانفسنا مرتكزا نطلب منه للنظر في الكافه الشغليه وهكذا. ده ثلاثه من تاريخ 2001 11 10 2001 هذه كل الطلبات مع هذا اللائحة، الصلاة وزير الصغار. لكان اللائحة تتبع قانون أصدر رئيس الجمهورية والمجلس الوطني، يعني مجال القانون الديواني. اللائحة أن الفرقة تدار بوقت مكتب فني، مكتب فني هو بيعمل دور في كل شؤونة. لكن للأسف بالرغم من هذا، بعد 2005 وبعد اتفاقية مفاجئة جاءت إلى فصل جنوب السودان، بعد الاتفاقية ضم وزارة الثقافة ضمت إلى وزارة الشباب والرياضة. ووزارة الشباب والرياضة ما كان لها علاقة، أنت حقيقة، ما كان لها علاقة بالعمل الثقافي، ولذلك ألقي مشروع القوم السوداني، وألقي ربط الفرقة القومية للتمثيل، بالرغم من عند إنشاء الفرقة القومية للتمثيل من سنة 2001 لحد 2005 شاركت في كل المهرجانات المسرح التجريبي، شاركت في مهرجانات النطاق في الاردن، شاركت في مهرجانات دمشق، قدمت حوالي 28 عرض مسرحي في 5 سنوات. هذه الفرقه الان لوزاره الشباب والرياضه اخذت كل ميزانيات هذه الفرقه وضعها في العكس، احنا في الامارات العكس، المسرح القومي في وزاره الثقافه وزاره الشباب والرياضه. المسرح القومي للشباب ولا كان يسمى المسرح القومي فيما بعد عرف بمسرح الشباب، وظهر منه جيل كبير من الفنانين مثل نجم المعدل احمد مولد الروحي وبيت صندل وظاهر جمعه. فيما بعد المسرح القومي ظهر عند وزاره الثقافه كمسمى فقط للمشاركات المهرجانات العربيه والقومية، مسمى او بمشاركه جمع منتخب من الفنانين شاركوا باسم الدوله تحت مسمى المسرح القومي. الأول المسمى لا زال بين حين وآخر، مثل آخر مشاركة كان مع حسن رجب في زمن هبوط في سوريا. أتصور أستاذي بس عشان ننتقل في الوقت أستاذ أحمد سلمان، شكرا أستاذ مكوش خالد. المحلية المسرحيات المهنية.
احنا في 73 انشئ في الكويت المعهد العالي للفنون المسرحيه انشا الاستاذ الكبير بكي بوليمر الله يرحمه. فهني في 77 في تخرجوا فنانين اكاديميين يعني بدأوا يدرسون في هذا المعهد تخرجوا فنانين اكاديميين عاد بدأت الساحه شويه تاخذ نوع مختلف عن ما كان مقدم في الستينات. طبعا الاستاذ المرحوم الله يرحمه صقر رشود كان من احد الاشخاص اللي هو المخرجين المتميزين في هذه الفتره في سنه السبعينات، وبدا ينقل الحركه المسرحيه من الكويت الى الوطن العربي. بعد ما توفى الله استلم الاستاذ فؤاد الشرطي في الثمانينات نفس الرساله هذه وبدا ينقلها الى والمشاركات الكويت في الخليج والوطن العربي. في سنة 88 أسس مهرجان الأول للفرق المسرحية الأهلية لدول مجلس التعاون. أسسه سمو الشيخ جابر المبارك آنذاك كان وزير الإعلام وحاليا هو رئيس مجلس الوزراء. فكان تنافس بين الفرق المسرحية الخليجية. في الكويت منو يقدم؟ منو يشارك؟ منو كذا؟ أي فرقة تشارك؟ احنا أربع فرق مسرحية وهذا مهرجان أول نقدم عمل تصار منتخب من الفرق المسرحية. أربع فرق مسرحية يطلعون منهم الممثلين والمحترفين. كان عمل إخراج شخصي فيه يعني كان من أستاذ فؤاد الشرطي وأستاذ عبد الرحمن. صوتك إذاعي يعني. إيه. بس. إذاعي. قدموا العمل كمنتخب من فرق المسرحية. في سنة 89 عشان نخبط الإصابة في سنة 88 من اللي قدم المنتخب سمو الشيخ جابر المبارك أسس مهرجان المحلي للفرق المسرحية الأهلية. وأفضل عرض في الفرق المسرحية الأهلية هو الذي يمثل الكويت في مهرجان الخليجي سنة 90 في قطر. وبدأت تستمر الفرق المهرجان المحلي يستمر ويطلع أفضل عرض ويروح يشارك. فبدأت الفرق المسرحية في تنافس بين الفرق المسرحية. أنا كنت أعرف ممثل يعني أنا انتسبت الفرقة في سنة 82 وبدأت أشارك كممثل وبعدين كمخرج بعد ما تخرجت في سنة 87 بدأت يعني كمخرج. في 2002 يعني من 92 لغاية 2002 الفرقة كانت مو مستقرة. الفرقة كانت يعني في مخاوف الاستدارة. في سنين انتخابات وهذه انتخابات ما ريد الشو عليك وصراحة كان في أنا مجلس الإدارة شلون الإدارة تمسك هذا المسرح وشلون الديرة حتى تحقق. أنت مو مشكلة تمسك الإدارة، أنت لازم تمسك الإدارة تحقق من خلال الإدارة الإنجازات من تنجز لهذه الفرقة. إحنا 10 سنين ما أنجزنا ولا شيء من 92 لغاية 2002. الفرقة يعني كانت في تذبذب في الاعضاء ما عرفي شلون ندير هذا الفرق. فاتفقنا على مع مجموعه من الشباب في 2002 ان ننزل في الاداره نجرب حظنا مثل ما 10 سنين الجماعه كل يوم غيروا الاداره. عدم استقرار الاداره هو عدم استقرار الفرقه، ما في استقرار بالفرقه. فين في 2002 والحمد لله انا ويا مجموعه من الشباب والدكتور هاشي بزمن كما كان الدكتوراه نزلنا في الاداره والحمد لله اول مره ان الاداره كلها تنجح كقائمه.
القائد المدرسين ان احنا ايش بنسوي هذا الشيء الدعم يا تنتهي بسرعه. فالحمد لله القائمه اللي كنا فيها كلنا الحمد لله اكاديميين وكلنا خريجين المعهد العالي للفنون المسرحيه. بدانا نحط خطه لخمس سنوات احنا ايش بنسوي في الاداره. طبعا احنا لنا سنتين والخطه اكثر من سنتين ممكن في اداره ثانيه وثالثه. حطينا الخطة بالفرقة يعني قرارات مجلس الإدارة. أول شيء هو استقطاب الشباب. الشباب المتميزين يعني يمكن أنا طالب سنة ثانية كانت الثانوية شفتها في مسرح المدرسي اسمه الأستاذ علي الحسيني ودش المعهد وكمل والحين الأستاذ علي الحسيني يعني من المخرجين المميزين في الكويت يعني وصدق ان قدم اربع او خمس اعمال لكن كل عمل له طابع معين له لون معين وحقق انجازات بالفرقه يمكن حصل على افضل عرض وحصل على سبع جوائز في عمل طقوس وحشيه يعني فين حطينا الخطه هذه استقطاب الشباب فيصل عميري فيصل لبيك ممثلين علي الفكوري حمد الشناوي مجموعه من 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 مسرح الشباب والمعهد والمسرح المدرسي. جمعنا مجموعه خليناهم في العالم. طافت السنتين احنا ما سوينا تقريبا ما سوينا شيء. قلنا يا جماعه في سنه 2004 قلنا يا جماعه ترى احنا خطتنا هذه كانت بس تاسيسيه بس ما بقالنا سنتين ايام غمض عين الطوف بس الخطه موجوده قالوا الوكيشن تزكيه للمجلس الاداره بعد سنتين على اساس نشوف شنو انجازات هذه الفرقه. يعني عاد السنتين هذه يا تثبت وجودك يا طمال لان الفرقه فعلا يعني ما عندهم فرقه. المهم في السنتين الثانيين الحمد لله بدينا ننجز اعمالنا بناء على السنتين الاولى اللي حطيناها واسسنا مجموعه واول مخرج كان طبعا الاستاذ فيصل عميري في مسرحيه النشيد وحقق انجاز على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج. وبعدها طبعا اعطينا مهندس ديكور فرصه الحين بعطي فرصه وليست وجوده حياه الله. فاعطينا مهندس ديكور كان خريج من لبنان جاب التصور ماله لا لا بياخذ فرصه بالخراج انا اشتغلت وايد ديكور وعندي امكانيه اني انتم تعطوني فرص اعطوني فرصه. فاعطينا فرصه في مهرجان كان المهرجان الثقافي الثاني وحقق افضل عرض مسرحي وحقق سبع جوائز يعني والحمد لله بدينا عاد احنا نستمر بالفرقه كل سنتين لا والله تزكيه كل سنتين لا والله تزكيه تمت يعني من 2002 لغايه 2016 احنا الحين داشين على انتخابات وتزكيه من يعني قاعدين 14 سنه لما استقرت الفرقه واستقرت الاداره والاداره بدات شلون تدير هذه الفرقه وشلون نحقق الانجازات من خلال الفرقه هذه ف الحمد لله مستمرين يعني والشباب كلهم الحين ما شاء الله عليهم يعني اسمائهم لامعه في الحركه المسرحيه في الكويت وفي الخليج وفي الوطن العربي. بس بالنسبه للعوائق احنا الحمد لله ما عندنا عوائق معديه يعني اهم شيء عندنا عوائق يعني انا مستلمت المسرح في 2002 ما في دينار لكن الحين الحمد لله في الاف الدنانير العوائق عندنا مشكلة في الفيلم بعد ما طلعت الفضائيات هذه في 2005 يا أخي الممثلين اللي عندنا يقول لك أنا قاعد أشتغل على روتيشن والله وعربي وواحد الفكرة موجودة في الوطن العربي كله يقول لك أربعة أشهر والله أشتغل على عرض مسرح على يوم واحد وتعطوني مثلا مبلغ يعني معقول بس مو ذاك المبلغ اللي اطلع على التلفزيون على من خلال 10 ايام او 15 يوم ادش لوكيشيني واخلص وشوف الخارجي
بيومين وحصل لي ذاك المبلغ وانتشار أكثر وجماهيريا أكثر وشو اسمه. وبعدين يمكن أشتري مسرحيات قطاع خاص لما أطلع التلفزيون على يشوفوني الجمهور ويأخذوني في القطاع الخاص. هذا العام مشكلة إحنا قاعد نعيشه نحاول ننسق والتنسيق في المسرح وايد صعب يعني صعب إن ننسق حق ممثل يشتغل بالمسرح ويشتغل بالتلفزيون. هذا العائق الأول. والعائق الثاني نثرة الإبداع ما عندنا إبداع يعني الواحد العادي يعني من 73 لغاية الآن يمكن 40 سنة ما خرج إلا كاتب واحد اللي هو الأستاذ بدر محارب من الكويت. الواحد العادي خرج ممثلين خرج مهندسين ديكور خرج سينوغرافيا خرج كثير من الفنانين لكن مشكلة الكتاب عندنا مشكلة كبيرة في الكتاب بالمسرح النووي يعني في كتاب لكن خريجين طبعاً الجامعة أو خريجين الإعلام لكن ما حد العالي للفنون المسرحية كتاب مسرح يكتب مسرح صح أساس أنت تشتغل صح تستند على المسرح كاتب واحد خلال 40 عام. المشكلة الثالثة الإدارة عندنا العنصر النسائي يعني عنصر النسائي نادر مع أن كثرة إحنا نشوف مسلسل في 30 بنية لما نيجي نشتغل عندنا مسرحية في بنتين نحوس على ما نحصل على البنت ما في نشوف مش كثر ما شاء الله المسلسل مسلسلات بعد أيام كلها اسم البنت يعني بنات الثانوية بنات الجامعة بنات مش طالع مسلسل كله بنات ما شاء الله لكن بنتين دول كويس بنات المسرح ما في يعني عندنا مشكلة كبيرة في 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 العنصر النسائي. طبعاً المسرح النوعي والمسرح الأهلي ما يعني بنت تمثل تنكشف عندنا يعني البنت إذا ما تقدر وتطلع إمكانياتها صح تنكشف في المسرح النوعي تبين أنها ضعيف يعني يصير في تغيير كثير من العنصر النسائي عشان إحنا نرسي على ممثلة يعني هذا دور الفعل عشان تمسك الخط بس قلنا الواجي ما عندنا أي شكل الحمد لله الأمور رعيبة والمراجعات مستمرة وإن شاء الله يوفق الجميع يا رب عايز الحمدان الله يخليكم يعطيكم العافية وعساكم وعزم على التأخير يعني الله يحفظكم كل الشكر لك تقريبا من فترة وجيزة أقيم ملتقى على مستوى خليجي أيضا عندنا في الإمارات واستضافوا ايضا احد الشباب من تونس تكلم عن تجربه مسرح جوالي عن تجربتهم كمسرح تكلم عن هذه التجربه وعن كيفيه اداره الفرق وطرح كثير من اشكال يعني اداره الفرق كيف هم اعتمدوا على نفسهم من البدايه وتصور هناك في نقاط كثيره في الوطن العربي كيفية إدارات الفرق وكيفية الاهتمام وما في شك اللي تأتي يعني تختلف إدارات الفرق في كل دولة وكيف أسست هذه الفرق يمكن نحن في الإمارات أيضا قد نتشابه نوعا ما مع نقاط الكويت لكن هناك أيضا ظهور إشكاليات كثيرة هذه الإشكاليات يمكن اللوائح الخاصة بهذه الفرق المسرحية تجيز يعني لكثيرين من لا لهم علاقة بالمسرح دخول المسرح هو مفتوح للجميع خاصة من خلال اللوائح اللي توضع في لوائح النظم الأساسية لهذه الفرق وتأسيسها. عموماً السؤال الأهم واللي يجب أن نطرحه هو ما هي السبل الأفضل لإدارة هذه الفرق المسرحية؟ ما هي الطرق الأمثل أو بالفعل تساعدنا أو أيضاً تقرب من بعضنا كيفية تدير هذه الفرق المسرحية؟ يظل كل هذه التحديات الموجودة.
قال محمد السوداني. واضح. أنا حابب أتحدث عن نقطتين فقط. النقطة الأولى عن الفرق والعام والخاص. إدارة الفرق المبتدئة. النقطة الثانية إدارة الفرق. فيبدو من خلال سماعنا الحديث المتحدثين أن في إشكالية عامة قاعدين نجح فيها في كيفية تأسيس الفرقة المسلحية وكيفية إدارتها. النقطة الأولى من حديثي الفرد والعام والخاص في أوصاف فيها متضاربة في الكثير، لذلك هي تعبر عن أشكال مختلفة من العلاقات المعنية بالممارسة الإنسانية بشكل عام والممارسة المسلحية بشكل خاص. فبقي الفرد مجال عمل داخل الفرقة المسلحية هو يحدث كيفية ممارسة المسلحية داخل الفرقة في أصالته وخصوصيته ومدى استمراريتها. وكثير من المتحدثين تحدثوا عن انفراد الفرق المتحدة الخليجية ناتج من استراتيجية. أيضا لم يحدث يعني ملازمة الوقوف، وقوف الفرق كمؤدي يعني ما بينفصل عن مقارنته مع باقي الأعضاء داخل الفرق. وفي كثير من الفرق مؤسسات هو المحقق وهو الأمين المالي وهو الرئيس التالي ما بيكون في موافقة ما بين بقية الأعضاء الفرقة يحصل لها نوع من الانفراد. أيضا مجال عام في كيفية إدارة الفرق المسلحية يعني يعبر أولا عن سمة متكررة وفهم عام لكافة أعضاء الفرقة وفقا للظواهر الفنية اللي هم بيشتغلوا عليها، وده مؤشر ملازم للعملية الفنية اللي تبشر باستمرار الفرقة ومدى مجهودة وتقدمه من أعمال فنية. ايضا بيضمن قانون فني اللي هو بيضمن وجود تطور الفرقه وبيضمن مجهوداته داخل عمل الفرقه. قانون فني مؤسس يضمن استمراريه الفرقه وبيوت يكون متفق عليها تطوير اعضاء الفرقه. ايضا الكلام ده هو يعني بيستحيل اداره العام والفتح داخل الفرقه هو مرتبطان مع بعض، لا يمكن ادراك فراده الشخص إلا عند المقارنة بين الأفراد أو الأعضاء داخل الفرقة. بكامل يرصد العام بينهما لا يمكن مقارنة بين الاثنين من الأعضاء، إنما يلزم إدراكهما بنسق أشمل من الروابط الدالة على نسق استمرار الفرقة كمؤسسة فنية. أيضا إدارة الفرق، فكثير من الفرق المسرحية في الوطن العربي إنه مؤسسة فرق واحد. هو المخصص وهو المؤسس وهو المؤدي وهو المخرج وهو الرئيس وهو مدير المعهد. فبالتالي هنا بتصحر الفرقه يعني او سياده الفرد داخل الفرقه هنا بيفرض مصالحه ومتطلباته في مجابهه المصالح والمتطلبات العامه للفرقه. بالتالي هنا بتصحر نزعه الفرديه داخل الفرقه. بالتالي بيبدا الفرد المؤسس هو الاهتداء بمصالحه الشخصيه المحضه والأنانية والذي يعرض الفرقة للانفراد والاستمرار. وده حديث يعني كثير من المتحدثين ذكروا بأنه عدم استمرار الفرق على طول ظهور الأنانية يكون ظهور يعني المؤسسة الفردية يعني الشخص المؤسس والشخص المدير والشخص المخطط وباقي الأعضاء هم يعني المنفذين للشخص المؤسس. فإذا كيفية إدارة الفرق المسلحية هو يتطلب كيفية تأسيس الفرق المسلحية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وبيضا. وين من هناك لهون مرة واحدة؟ تفوز الخبزة هاي؟ بس روح خليج. بس معلش. متأسف. نسيت أنا يا أخي. السلام عليكم. أهلا فيصل. سامحوني وأرجوكم ممكن أطول شوي بس والله إن شاء الله أنا أستحق تسمعوني لأن أنا عندي تجربة كبيرة في موضوع الفرق ومؤلمة وتعيسة جدا يعني تبعون لي فلا صحيح أنا أتكلم الآن بقول لكم التجربة اللي أنا مريت فيها. أنا لما تخرجت من معهد العالي للفنون المسرحية وصلنا بأدب مسرحي وكنت أبي أمثل جيت رجعت قطر
الوسط الفني كلها رافضة ما عملته. جاءت الظروف أن جل أستاذ المنصف السويسي يعمل دورة للمؤلفين ولل 79 وللممثلين. فأنا كنت في دورة الكتاب وكنا نكتب مشاهد وأنا كنت أتعمد أقرا له المشاهد عشان أبين قدراتي التمثيلية. فوصل الطعم، كان هذا الطعم أستاذ المنصف. فأنت تكون في المسرح اليوم. فالظروف كلها رفض. فرحنا بالليل نروح الشيشه القهوه، فوقف المنصف السويسي كله على الكراسي ووقف في النص. عشان شيء انا كتبت في كاتب خاص سيره كتبت المنصف السويسي ينصفهم. وقف في النص قال لهم اذا هذا ما يطلع على المسرح انا بكره رايح تونس. وانا عارف ليش هم رافضين. فطلعت لله الحمد ومشيت. المهم أنا يعني 1982 خدت قراري بالاستقالة من كل الفرق المسرحية، لأنه مريت لما طلعت في التلفزيون صرت شوية معروف. جيت الفرقة، فرقتي اللي أنا مؤسسها من النادي الرياضي صارت فرقة كبيرة. فجاء الأخ عبد الرحمن المناعي أستاذ معروف طبعا، قال لي رامي أنا كاتب نص مسرحي بطولتك اسمه هالشكل يا زعفران، حكى لي عن الحمار اللي هو يطلع من القرية وهو بيروقراطية. قلت له الحكاية جميلة، حتى عملوها مسرح الشاطئ بالمناسبة. فأعطاني النص وجينا أول يوم بروفا. طبعا ما كان عندنا عناصر نسائية مثل في قطر عدا واحدة اللي هي ليسعي والأخرى زميلة الكاتبة الحالية المشهورة المعروفة ولادة الكوارث، كانت هي بطلة العرض. فجيت جلست أقرأ، فأنا لوحدي قاعد في الطاولة مع المناعي، وين الشباب البروفا قاعدين هنا؟ ليش؟ فجاني قال لي عبد الرحمن ممكن أخذ على جنب؟ تفضل. قال والله كل الشباب قالوا إذا ظل بمثل في العرض إحنا ما راح نمثل. غيرة، غيرة بالنجاح، غيرة بالتميز، غيرة لما توقف على المسرح والناس تصفوا ومبهورة وشغلوا صير هذا اللعب. فقال لي أنا صراحة كلهم بخليهم بغيرهم، لكن ما أقدر لأن أولاد انضمت لهم. شفت دشت رمت الناس صراحة لنعم، بل هي انضمت لهم. فالآن اسمح لي ممكن أنت ما تشتغل؟ قلت لأ تشتغل. أعطيني ورقة، أعطاني ورقة أنا أقدم استقالتي من الفرقة، وهذا القرار كان 1982. راح الواحد وعملت فرقة خاصة، مش فرقة، عملت شركة بزنس. وجبت كل ممثل تعاقد معاه يشتغل معاي المسرح. وطبعا الاستغلال في الفرق في احساس الجماعية القاتلة. الجماعية في الفن على احنا نقول مسرح فن جماعي، بس فن جماعي ان 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 نقدر قدرات الاخرين. انا عارف ان هذا مهندس ديكور رائع، هذا مهندس ديكور أقل. أنا أخذ الموهبة. الفرق ما عندي هذا الشيء. يقول لك والله أنت المسرحية اللي فاتت كنت بطل واشتغلت دور، الحين أنا أشتغل. كيف الناس؟ مش ممثل. لا أنا فرقتي. هذا الإحساس، هذا الجو ما زال موجود إلى اليوم. وطمس مواهب كثيرة، وضيع مواهب كثيرة. بحكم الالتزام ان هذه فرقتي ما اشتغل مع الفرقه الاخرى. يعني هذا الاحساس الجو العام. النقطه الاخرى في احد مهرجانات الخليج بالمناسبه انا احب اصلح حق استاذ اخوي احمد هامش في استفراق الاهليه المسرحيه اللي اسس مهرجان المسرح فكره من قطر المسرح السد. تبنيتها انا والاخ احمد رماحي وطلعنا الى مسرح اوال البحرين واجتمعنا معاهم، ومن ثم رحنا الكويت وميزنا ان الكويت تستاهل الرياضه، لان الرياضه المسرحيه في الكويت خذوا انتم المهرجان الاول. بس على نقول التاسيس، التاسيس هو نابع من الفنانين الفرق الفنانين انفسهم مش من المسؤول. المسؤول قعدنا 3 سنوات نترجاهم وصلنا للرياض.
المعمار العام والاستعراض عشان يتبنون فكرة المهرجان ويقرونه. ويذكر أستاذ أحمد أحد الأعضاء الرئيسيين بدأ يقول الشيخ الفلاني هو اللي أسس ولا عنده فكرة عن المهرجان إلا لما شافه في التلفزيون. الفرق في أحد مهرجان خليج طلب مني عمل بحث عشان أرويكم مش كيف الصراع عن المسرح الخاص، وقدمت البحث عن الفرق الأهلية وشرحت بالأرقام وبحث بعدد الجمهور وما يسمى كان يهاجمون المسرح الخاص إن هذه شركات بزنس، وكل أغلب فرق الخليج المسرحية تمارس الإنتاج الخاص مثل أي شركة بس بالباطل من تحت لتحت. يعني عباية العباية اللي لابسينها الفرقة هي تنضرب حق مهرجان الشارقة تلبس العباية الرسمية حق شغلة ثانية يطلبونها تصير بزنس. لا مع فلان لا تقوم الدولة إذا دعم كم 100,000 أوكي أنا بعطيكم بدخل ميزانية 50 تعطوني أنا 50 والشباك لي والحجز بسمكم لأن الحجز الفرق يعطونهم بلاش المسرح تحولت كلها الى بزنس. فانا اقترحت اقتراح في مهرجان الخليج للدكتور استاذ يوسف قلت لهم الاحساس العام والدفاع المسرحي مات في الفرق. ويذكر اخوي احمد ايضا في احد المهرجانات المحليه في احدى دول الخليج قول الكويت في مسرحيه كانت ضعيفه قلنا شنو هذا قطاع من المسرح واللي اخذ المسرحيه ما حد فاضي الممثلين كلهم مشهورين اقسم بالله هذا حصل وانا ما اطلع باسم المسرح. المهم فالإحساس العام ميت، الاتحاد السوفيتي سقط، الشيوعية انتهت، ما زالت الفرق يشتغلون بالشيء العام. يا أخي التميز الفنان أيضا يحس أنه هو يعني قدم شيء. يعني أنا مش أتكلم مرة بمسرحية المسرحيات، قالوا إحنا كل اللي على الطاولة الضربات كل واحد ياخذ 1000 ريال. كمان عرض. أنا بتميز. لا أنت ما قلت لا والله مش ما تاخذون 1000 انا ابي 1000 ريال ما ابي كثير يعني ابي ريال بس ما يصير لكم اشتغل تبون اشتغل اكتبوا في العقد قلت لكم 1000 انا 1000 ريال عشان ما تقولوا انا مادي بس اللي تحس ان احنا نشتغل اذا الكل والله والله انا ليش قلت هالكلام؟ لان المسرحيه هذه كان فيها مشهد مظاهرات اللي كانت من تاهيل المسرحيه اسمها مدار شكور فاحد الاصدقاء في البروفة المظاهرات تمر بين الصالة والكراسي واحد من اللي في المظاهرات أصدقاء المثلون جاي يزور صديق قطري قاعد عند الكرسي وهو المظاهرات تمشي يا لنا يا لنا سوالف بين الشريف فوقف معاهم يسوي وجاي يزوره أعطوه 1000 ريال بسم الله العظيم مش مصاري. فهذه الحالة اقترح اقتراح إنه يتحولون الى مؤسسات انتم تعيبون علينا تقولون والله مستعد مؤسسه خاصه وشركه وفلوس وبزنس تعاقد وانتم كلكم تسوون جهد كل مسرحياتكم بزنس بس خلوها بالعدل انا ما استحي انتم تستحون ادعوا مجلس اداره تصير مؤسسه شركه مساهمه بالعضو يدفع فلوس ولا ما احنا الفرق في قطر الان عندهم مسابقات طبخ في المدرسه اقسم بالله دشوا على الانستغرام مال الفرق وشوفوا يطبخون هريس ولوبا وباميا بعيد مسابقه فسووا فن بالمساهمه حتى جيران الاعضاء عند الفرقه يخلون مساهمين معاكم يعني بالسهم تاع الجيران 2000 ريال واشتغلوا خلوا المنشط الثقافي مال الفرقه ياخذ 2% من الاعضاء الرئيس ياخذ 0% لان هذا طايح عليه رئيس لكن المنشط الثقافي اللي يقدر النصوص فطبعا ضجت العالم وقالوا هذا ما مستدعي عدو الفرق المسرحيه واللجنه الدائمه لمهرجان الخليج الفرق الاهليه كان في قطر بعد الكويت فقطر رشحتني انا اكون احد الموجودين في المهرجان حضر لجنة أنا مش عمود الناس
يعني ما يعني عضو لجنه التحكيم عضو لجنه العليا في الدوله اي ما ادري تصور ان اللجنه هذه الداعمه كتبوا رساله لقطر اذا قام الصيدلي هذا عدو الفرق اشاره بالمهرجان احنا لن نقيم المهرجان في قصه ايش تقول الطباخ وانا بالفعل انسحبت ولم اشارك في حياتي في مهرجان واحد في قطر الا من سنتين يذكر سر الدكتور سعيد ناجي لان كلمني الوزير قال راح احكي وتكون رئيس للتحكيم قلت انا ما 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 ادخل المهرجان ف دخلت في التحكيم السنه اللي بعدها يذكر الحافظ الكبرى الوزير انبسط من يعني طريقه ما في تسليم ما في احترام لدرجه ان حتى لو بعطنا النتائج نعطيها الوزير على المسرح مع مدير المهرجان قلت له اقسم بالله ما تشوفون ولا شيء على الستيج اعطيكم النتائج امام الجمهور فقالوا الان مع النتائج انا راح اسلم السنه اللي بعدها الوزير حط قال رجعوا خلوا انا بصير رئيس تحكيم انا رحت اترجاها قلت حق رئيس المسرح قلت له مو حلوه بنشوفها كيف انا سنتين زين اوكي لا موسى خليني حلو صوره طلعت البيت اجتمعوا الفرق على رغمكم دول الفرق وإدارة الفرق فرئيس قسم المسرح قال لهم تنسحبون انسحبوا هذا قرار الوزير حطوا بشوتهم رؤساء الفرق راحوا للوزير قالوا لي نظام السيد الموجود احنا نطلع. قال لهم حاضر ايش قبل وقال حق المهرجان خصصوا يوم واحد مخصوص لتكريم نظام السيد. انا كرم شخص لله الحمد على مستوى الجرائم شكرا اعتذر عن هذا التكريم اللي هو طيب خاطر. انا ما اريد حد طيب خاطر. انا اريد المسؤول احترم القرار. هذا هو التكريم مش تكريم انك تراجع عن قرار. وعلى مستوى الجرائم بالتكامل. فهذه نذكر استاذ يوسف الحمدان بعد مهرجان اللي صار مهرجان الخليج في قطر احدى الفرق قدمت مسرحيه قطريه في الشارقه بعد ما خلصت اشتغلوا الفرق على تدمير ان واتهم في الجرائم ان انا ومعايا احد الاصدقاء احنا اللي جبنا الاخ يوسف حمدان على حسابنا الخاص وسكناه في الريدسون بلو وجلدناه عشان يهاجم فرقه الدوحه وكتبوا في الجرايد انا طبعا اتصلت برئيس التحرير والمسؤول عن التحرير قلت له شوف انتم اسأتوا للشارقه وللبحرين مو اسأتوا لي انا ولا الحمد ولا لاي حد كيف انتم فرقه محليه تتهم فنان انا طبعا ما تحدثت في الندوه ولا شفت العرض ابدا شفت العرض عفوا بس ما تكلمت ما تحدثت في الندوه لان ما طلعت يعني احترام لسن الاستاذ واخونا الكبير عبد الرحمن المناحي وصار يعني واستمرار مضاربه في المسرح معي بس اكمل فقلت له كيف هذا يوسف حمدان الناقد البحريني الكبير المعروف على مستوى الوطن العربي انتم شي صقرتوا استاذ موسى وصقرتوا اداره الثقافه في الشارقه وفي البحرين انا اتصلت بكم بدار من اوراد انه ضيف مدعو من حكومه الشارقه بالعكس انه ضيف دبل شرق لانه مبعوث في الخليج في الدوله ترشح 10 من الخليج فهو اسمه في كشف البحرين واسمه في كشف دعوة الشارقة. قلت له ما تدري انا بحثت الموضوع هذا. اي والله اسمه قلت له هذا ضيف دبل. شلون انا اجيب على حسابي؟ واذا انا اجيب على حسابي والشارقة عشان يهاجم فرقتكم كيف اخذني اشارك في الندوة الفكرية؟ هاي ادارة الثقافة والاعلام العريقة في الشارقة تحت امري انا. شكرا يعني تفكير ضعيف. هذه الفرق الان سرعات
لا يعني انا اخوي احمد صديق وعزيز وزملاء وحرمنا اخر عمل من الاسرائيل كنا مع بعض. لكن لن نلبس الحالة ثوب جميل. لن نلبس. انا اعتقد ان الفرق في تدهور كبير. ويقول هو راح اقول التلفزيون طبعا راح اقول التلفزيون. انت لين الحين عايش على نظام 1960 طور نفسك يا اخي. الجامعات تخصصت، المستشفيات تخصصت، الاقتصاد، الخير الاقتصادية عامة الجميع، انتم الفرق الاهلية، مش حاطينها في جمهورية افلاطون الموهبة والولاء للفرقة والانتماء، ما في. حط اهداف صح. حط بزنس، شركة، مؤسسة، سمي اللي تسميها. مو قاعدين يشتغلون الان. انا اقول لك شيء، الان في مهرجان يوم الاحد في قطر، مهرجان الدوحه الرابع خامس طبعا، واحد من الاعضاء في فرقه مسرحيه سيد بروفا يوم ثاني يوم يقول احد مش موجود ورطوا اصلا مسرحيات المهرجان فيها ثلاث اشخاص المركب واحد من المسرحيه فتورطوا اتصلوا في مره قالوا كلموني الفرقه الثانيه ليش؟ احنا معطينا اتفاقنا 13000 ريال في المسرحيه قالوا الفرقة أعطوني 20 بسم الله قام المدير الفرقة قال زين ارجع لنا أعطي 30 هذا الحوار المخفي تحت اللي يطلع يقول الفرقة أو الفن فلوس بزنس عينوها صح اشتغلوا صح ويدرون أستاذ أحمد الرئيس مسرح في الشارجة ليه؟ يعرف هاي الصراعات المادية وشلون يقول لك هاي فرقتي وانتماء انتماء للدرهم وللدينار وللدولار هذا الواقع ما حد يجي فشكرا واتمنى ان شاء الله واحلم انا احلم بيوم من الايام ان الفرق الاهليه كلها تتحول الى شركات شركه المسرح الكويتي شركه المسرح القطري ومؤسسات واعضائها يساهمون باسهم واللي في الحي في الدريج في المنطقه يساهمون وتصير شغل صح يناسب 2016 2017 شكرا لكم بس استاذ بليك بس استاذ احمد سلمان التعليق وبرجع استاذ بليك بس تبي علم استاذ احمد سلمان في المهرجان الخليج الاول احنا ما كنا بنقول بحث على التاسيس احنا كنا سموه الشيخ جابر مبارك وافق على هذا المهرجان لا لا في عهده في عهد موجود الشيخ في عهد سمو الشيخ جابر المبارك تأسس هذا المهرجان ما هو هو ما اسمه هو وزير لما الوزير يقول لك لا تقدر تقول له إيه ممكن كانت في محاولات سابقة لتأسيس هذا المهرجان ممكن من 82 لكن لما جينا في 88 سمو الشيخ داعم يعني رئيسي للحركة المسرحية في الكويت في عهده يمكن مستقبلكم مستقبل وايد ناس من الخليج على اساس يقيمون مهرجان الخليج. اوكي وبعدين الفرق المسرحيه يا ابو فيصل المهرجان الهيئه العربيه للمسرح الاخير ترى فرقتين من الخليج لاول مره ينافسون على افضل عرض ترى مو هدفنا مادي عندنا هدفي مادي ايش؟ ترى الجسم يطلع الاف الدنانير مو محتاج يصير مدير مسرح. عنده شركه يطلع له يمكن السنه يطلع له 4-5 مليون. لكن حبه لفرقته انه يدير هذه الفرقه. ترى انا كونت له طلع الاف التنانين ومعارك مع غيرك مع الكل لما اروح القطاع الخاص بس مو هدف الفرق المسرحيه الاهليه مو هدفها مادي. الماده هذا يجي لان الكوارث يعني يشتغلون اذا انت بتجي بتقول حق الهاوي هناك هذا المبلغ مثلا 20 او 50 الف انت قاعد تخرب على فرقتك عندك امور ثانيه عندك مشاركات خارجيه يا ابو فيصل لاول مره يعني لا تخصص رعيات للاستاذ احمد الجسمي اتفق واحنا كان مسرح الكويت الحمد لله المسرح لاول مره المسرح الكويت يحصل على هذه الجائزه هذا يبين ان الحركه المسرحيه الخليجيه بخير والفرق المسرحيه الاهليه قاعد تقدم انا اتوحد ربعي انا رئيس فرقه اتوحد ربعي
تعالوا لي اي مهرجان تعالوا شوفوني ايش المره، لكن الناس عم تشتغل ممكن يشتغلون من الاربع للاربع كثير في الموضوع. احنا نقعد معهم ونطبق لهم ونقص الصناعه، يعني احنا ما استلمنا الحره قاعدين على الارض ليهم بنقعد على الارض ما يمكن ما يمكن بس للحين احنا ما عندنا طاوله على الارض. فرق يعني على جنب واحد على وجروبنا حلو يعني جروبنا يعني قاعد نقدم من خلال اعمال يعني يشبه بالوطن العربي. معكم استاذ احمد استاذ يوصل شكرا ابو فيصل استاذ الفاضل بس استاذ ليش يا اخي ما يستاهل هو الاب او استاذ حاتم بيهم يعني قبل انا متوقع استغلت صداقتي لك يعني ابو غني الحين شكرا محمود ناجي انا كيف ان اثبت المشاعر لاختيارنا لهذا الموضوع الهام والهام جدا لماذا هو موضوع الهام؟ لان موضوع المؤسسة موضوع المؤسسة المسيحية موضوع هام جدا جدا جدا، ولعل الخلفية التي كانت وراء الفكرة تكمن في مسألة غير منهم نسمع غير منهم هذا الموضوع هي الحوزة الرشيدة بالإدراك المسرحية أو المؤسسات المسرحية بصفة عامة. نعرف أن الجهود المشيدة بالملاحظتين تختلف المؤسسات المسرحية والإدراك من كل بلد إلى آخر، والأنظمة تختلف والتشريعات تختلف. هذا يمكن دلالة على التنوع وفيه المحادثة وليس من الضروري أن تتساءل عن الأشياء، لكن سؤالي الأساسي أو احتمالي أو تساؤلي بالرغم من وجود كل هذه الفرق منذ مرور المعقد الذي مات مأمون وأبو خليل القباني الذي مات مأمون الآن ويعقوب صنوع أو صنوع الذي هش ومات مأمون وكانوا من الأولاد الذين أسسوا وراءهم على تأسيس كل هذه الفرق. هذه الفرق لم تصنع ربيعاً بالنسبة للممثل، ونرى أن التشريعات داخل هذه المؤسسات لم تحمي بعض الممثلين، وما زلنا نرى إلى الآن ممثل يموت جوعاً بالرغم من إنجازه لأهم أعمال إنجاز الممثلين لأهم الأعمال المسرحية. إذن الممثل العماد الأساسي لهذه الفرق يذهب ويرحل ويموت من في بعض في أغلب الأحيان نسيا منسيا. أريد أن أشير أيضا معنى هذا يعني من باب ضرورة الاهتمام بهذه المسألة وبالممثلين، لأن أيضا الموضوع الذي أشار إليه الدكتور دان السيفي وأنا أعجبت بكلماته على فكرة لأنها صادقة ولأنها تنبع من الممارسة مسألة المال والمسرح مسألة خطيرة وخطيرة جدا، ومسألة تؤدي بالضرورة إلى العلاقة الجدلية بين الخاص والعام. أعتقد أنه حركة مسرحية متوازنة يجب أن يكون فيها الدفاع العام أيضا قوي جدا، لأن هناك معاكد إذا ما تغول الدفاع الخاص فسينتهي المسرح. ضروري أن هذه المعاكدة بين العام والخاص وعلى الدولة أن تقوم بدورها في ترشيد هذه المسألة حتى تحافظ على التنازلين وحتى تحافظ على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لكل العاملين في المجال المسرحي من الممثلين والتقديم وكل لأنه حركة مسرحية دون المحافظة على الحقوق الدنيا لكل هؤلاء
ستفرس احتمالاتها الأساسية للإنتاج والإنتاج فقط، والإنتاج عربي إذا لم تكون الأرضية المهنية ولا الأرضية المهنية صلبة. فمن الضروري التفكير في هذه الأرضية المهنية الصلبة التي بواسطتها يمكن الحديث عن حركة مساحية مستقرة وذاتة وقادرة أن تنشئ استراتيجية وأن تنظر إلى الأمام وإلى المستقبل. وشكرا. شكرا أستاذ فاضل. معي أستاذ دكتور حسن حسب النظام أستاذ فاضل، وبعدين أستاذ حاتم، وبعدين الدكتور سعيد ناجي، وبعدين أستاذ دكتور نمشي على هل الدور ولا هل الدور؟ قلت في واحد ثاني بالأول سموه واحد ثاني راح يبدأ تفضل. أنا كنت بدي أحكي عن معاناة، لكن معاناة أبو فيصل لأن مصليتي يعني هي بتكفي بتوفي عن كل الفنانين اللي درسوا في المعهد عن الفنون المسرحية وواجهوا ما واجهوا. لكن أنا حقيقة عندي بعض الإضاءات على على المسرح الأردني وما تكلم فيه زميل دكتور فراس الريموني. الفرق المسرحية احنا تكونت عندنا مع إنشاء الإمارة في 1920، وكانت تقدم أعمال طبعاً بركس بن العزيزي بالإضافة إلى صلاح أبو زيد وأحد من دار التل، بلاش يزعل منا وجه التل، كانوا يكونوا فرق وكانوا يساعدوا. يعني الهدف كان من إنشاء هذه الفرق هو هدف إنساني بالدرجة الأولى، كانوا يعملوا فرق ويقدموا مسرحيات ويقدموا ريح هذه المسرحيات إلى منكوبي فيضانات، إلى منكوبي يعني إلى منكوبين، يعني حتى يعطوا الناس يعني يساعدوا الناس. بالإضافة إلى أنه كانت فترة العشرينات هي فترة التحرر الوطني بشكل عام، والوطن العربي كان يرزح تحت نير الاستعمار، وبالتالي كل الأعمال المسرحية كانت لو واحد يعمل دراسة حقيقية عن الأعمال المسرحية اللي كانت تقدم، كلها كانت تقدم من أجل طرد المستعمر والقضاء على المستعمر وهكذا، لأنه كان الوطن العربي تحت الاستعمار. بعدها طبعاً أنشأت فرقة المسرح الأردني اللي هي في 64 أنشأها الأستاذ هاني سنوبر. طبعاً الأستاذ هاني سنوبر كان هناك وزير مهم جدا هو اللي انشأ الفرقة اللي هو الشريف عبد الحميد شرف المحب للفنون، واللي كان كما قال لي اكثر من مرة انني انا احب ان اكون مخرجا ولا اكون سياسيا، وبالتالي كان وزير اعلام ثم رئيس ديوان ثم رئيس وزراء وهكذا، وبالفعل هو من الناس اللي ساندوا المسرح بشكل كبير جدا. جاءت فترة 76-77 إنشاء وزارة الثقافة والشباب، وكان هذا شيء مهم جدا أن تكون هناك وزارة للثقافة والشباب، لأن الشباب عبارة عن وعاء والثقافة تستطيع أن تصب في هذا الوعاء ما تريد أن تضعه من خلاله. ففي هناك 24 مركز شباب وشابات، فجينا نزيل الحركة المسرحية حقيقة في 77، فوجدنا أن فرقة المسرح الأردني وهو عددهم كان 28 شخص لا يوجد فيهم إلا 5 أشخاص فقط، وهذا بسبب أن وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت كانت لا تسمح للمدرسين بمغادرة البلاد أثناء العام الدراسي، والباقي كان يصور اللي بيصور في قطر، بيصور في الإمارات، بيصور في دبي، بيصور في اليونان، في عجمان وهكذا. فلم نجد أحدا نستطيع أن نقدم في مسرحية واحدة، فأنشأت المدرسة المسرحية
هذا شيء كان مهم جدا جدا. المدرسة المسرحية كانت عبارة عن 400 شخص، استطعنا إنه نأخذ منهم 15 شاب وبنت، واستطعنا أن نسير فيهم الحركة المسرحية والموسم المسرحي بشكل عام، واللي هو ما زلنا نتغنى فيه اللي هو موسم 77-78. ونقلنا هذه المسرحيات التسع اللي عملناها إلى المحافظات، وكانت المحافظات الأردنية لأول مرة تشاهد عروض مسرحية، وكانت تقف أمام السيارات الباصات الفنانين تقف من أجل وتطلب عروض زيادة من أجل يعني بدل ما نعمل عرض صرنا نعمل أكثر من 5-6 عروض في كل منطقة، لأنه من أول مرة بيشوفوا عروض مسرحية. وهم حقيقة أنا دائما بحكي وبقول إنه هؤلاء الناس هم أصحاب المسرح الحقيقية. ابن المدينة مش بحاجة لمسرح، صدقني ما هو بحاجة لمسرح، عنده كل شيء، عنده البلوفيلم، عنده فيديوهات، عنده كل شيء في بيته موجود بيتفرج عليه، وما بده لا مسرح ولا شيء. اللي بحاجة حقيقية إنك تستثمر وإنك ترفع من سويته هو ابن القرية وابن المدينة وابن البادية. فإذا استطعت أن تصل إلى هؤلاء الناس فأنت حقيقة تستطيع أن تساعد وتساند الحركة المسرحية وترفع من سوية هؤلاء الناس من الناحية الثقافية. شكرا. بس دقيقة واحدة معناها بدي أرد على كمان أضيف الأستاذ انه احنا اخر مهرجان انا عملته، انا درت المهرجان المسرحي الاردني، اسسته ودرته 10 دورات، كان عندي حوالي 30 عرض مسرحي، 15 عرض من الدول العربيه، طبعا في معظمهم كان موجود في تلك الدوره اللي هي 2002 عمان عاصمه للثقافه العربيه، وكان في 7 عروض مسرحيه اردنيه وفي 5 عروض مسرحيه اجنبيه، وكنا احنا نستحضر بعض العروض الأجنبية من إيطاليا ومن فرنسا ومن كثير من الدول. وكانت النية حقيقة أن نفتح هذا المهرجان ليصبح مهرجانا دوليا. طبعا أنا بعرف أنه الوقت كالسيف على رأسي، وأنا عارف أنه مش راح تسمح لي أني أكمل، مع أنه أنا عندي أنت ضيعتها يا حبيبي. الإدارة فن إدارة الوقت للأسف، فن إدارة الوقت مش موجود، إدارة الندوات مش موجودة. أنا بشوف الواحد قاعد بيحكي ساعة ونص، واحد لما يجي بده يحكي كلام مهم بيقدرش يحكي 3 كلمات، الكلمات تتزاحم تطلع نصها غلط حتى. فيفترض إنه يحدد الوقت، كل واحد له ربع ساعة من المتداخلين يحكيها فقط، زيادة ما في، والمتداخلين 3 دقائق. لكن اللي انا بشوفه انه الحبل على الغارب، فانا متاسف يعني الى اداره الندوه، هذه ملاحظه لاداره الندوه انه عشان يسمعوني انا اداره الندوه تركنا وانا اخذت الاذن من الاخوان. انا بوجه مش لك، بوجه لاداره الندوه، انت طبقت كل لا شكرا شكرا محمد. لا مدد يا رب. ورجاء المستركزون على يعني موضوع المحور الرئيسي للحديث، يعني من دون نرد على الآخر، يعني نرد على موضوع إدارات الإنفاق. سامحني والله. أنا صباح الخير. وواحد يكون الحديث بيلصق الموضوع يعني. الأساتذة يتكلموا عن مشاكل الفرق وبالذات. المشاكل اللي عاملها الفرقة والفنانين إلى آخره، دل دلالة قاطعة على أنه علم الفرق عندنا والحركة الفرق يعني تفتقر إلى 3 أشياء رئيسية، وهي قانون السياسة الثقافية والمسرحية وقانون الفرق، الريبتوار الدائم للفرقة، والجانب الاقتصادي. هذا أساسية، بس هذا الجانب الاقتصادي مثلاً ما يطبق على الفرق المسرحية في الخليج،
في كثير من الفرق الأخرى في البلدان الأخرى في حاجة. في العراق سابقا كان قانون الكرة القومية في بعض الدول العربية قانون الكرة مع الملاعب اللي اسمه قانون الفرق المسبحية والملاعب. بعدين تغيروا داخليا بس فقط نفس الصفة. بالنسبة لي أنا أفكر أنه هو مو المهم أنه فرقة مسبحية مجموعة من الشباب يشكلون فرقة مسبحية وبعدين يروحون الوزارة هذا حتى يحصلون تشفلس. مو هذا القضية. كيف يستطيع المؤسس منهج وقانون خاص لهذه الفرق؟ تحميها من كل شيء اقتصاديا والى اخره كما ذكرت بعض الفنانين موجود. لا لا هذا هو المنهج. احنا 47 سنة من خلال المرادات هذا ما استطعنا ان نوصل الى هذه النقطة انه داش الوزارات الى اخره. هاي قضية اساسية. السياسة الثقافية والمسرحية في هذا البلد او ذاك هي قضية اساسية. هذا جانب. الجانب الاخر الفرقة تعمل مسرحية وتبطل، تعمل مسرحيتين وتبطل. في حين انه المنهج منهج الرضوان يكون هناك قانون، هناك سياسة تهتم بالمسرح، يكون هناك لهذه الفرق منهج. الرضوان هو إعادة هو عمل مسرحيات، عروض مسرحية واستمراريتها في كل عام في الدورة. وهذا من العالم كله الآن يعملون عليه، وأعتقد هذا موجود في تونس وموجود في القاهرة في مصر وإلى آخره. قصدي أنا هذا الشيء يجب أن يحل، يعني مو فقط نحكي عن مشاكلنا الخاصة بالفرق، إنما يجب يصير هناك نوع من هذا القانون أو الآخره يعني. والجانب الاقتصادي أنا أجيب تجربة خاصة يعني. عندنا في فرقة المسرح الفني الحديث في بغداد سابقا كنا نعمل على هذا القضية، يعني نعمل على شيء مهمين، تمويل ذاتي لأن كانت الفرقة بشكل خطورة على السياسة على النظام فبين نمولها، إنما نعمل على تمويل ذاتي زائدا ربطوار مسرح دار موجود يجيب جمهور من كل محافظات العراق، يعني يجون من البصرة يجون البغداد بنفس اليد يشوفون العرض ويرجعون أيضا بنفس اليد لأن هناك استمرارية. هذا الجانب. جانب آخر اللي أنا ما أعرف قانون الفرق الآن قد يخدم، بس أنا أعرف مثلا في الدنمارك المسارح اللي ليست حكومية، المسارح نحكي عن الفرق والآخرية يعني مول من عدة وزارات، لا وزارة واحدة، وزارة الثقافة، إنما وزارة الداخلية ممكن مول، وزارة الخارجية ممكن مول، بلدية كوبنهاجن ممكن مول. ليش؟ لأن أكو شيء هناك مهمة إنه هذه المسارح أو هاي الحركة المسرحية أو العروض المسرحية تخدم شيء اسمه المدينة الكرنفالية، المدينة الاحتفالية. يعني يكون هناك المسرح يخلق احتفالية موجودة في هذه المدينة، لذلك أنه كل الوزارات والمؤسسات تساعد زائدا أنا مخرج أقدم مشروع للمؤسسات لوزارة الثقافة، يعني وزارة الثقافة تعطيني 60% من كلفة المشروع والأربعين علي أنا وجدها من طرق أخرى من شركات وأهلية وإلى آخره يعني. لكن أكو قانون في الدنمارك، وهذا الربط رائع يعني. قانون في الدنمارك يقول إذا الشركة من شركات ما كان صناعية وزراعية لا تساهم أو تدعم مشروع ثقافي ومشروع مسرحي تقل الضرائب. الضرائب لا تتقل، فإذا هم مجبرين منظرهم مثلا تبر البيرة كارسبر تبر معمل البيرة كارسبر يساهم مساهمة كلش كبيرة في العروض المسرحية لأن الضرائب ما راح تقل. فإذا أكو ربط بهاي المسألة هذا اللي يجب أن نخلقه، مو نتكلم عن مشكلة هنا ومشكلة هناك ولا أخره.
هذا اللي يجد فعال الوزير صاحبنا اي وزير تبغى تشجع الثقافه والاخرين وتعال سوي لنا حللنا هذه المشكله براسك اللي يصدرون قانون يقتل هذا الموضوع اعتقد هذا هو الشيء الاساسي حزنا يعني انا حزين لانه صار اتكلم عن فرقه المساحه الحديث ما اطول يعني بس هذه الفرقه التاريخيه الابداعيه وتعرفوها كلكم يعني ابداعاتها يعني الان هي البوابه مالتها اللي كنا نتوقعها نشوف العرض المسرحي بنيت بالحرب يعني سووا حرب واستولوا على هذه الفرقه وحولوها وعطوها لعوائل يسكنون فيها يعني نهائي ورحت انا بعد 40 سنه لما رجعت يعني رحت اشوفها كلها زبل يعني البوابه مالتها كلها زبل ولا خليفه للسالم يعني ما معناه انه ليس هنالك حرص حقيقي وسياسه ثابته ما حد يغيرها لهذه الفرق او لهذه المسار اعتذر بهذا شكرا جزيلا. المقاولة الخاصة. أعتقد أن هذا هو السؤال. كيف نؤهلها؟
الدول الفقيرة في لبنان، في المغرب، في تونس، حيث لا الدولة تستطيع أن تنتج لها، ولا دعم الدولة كافي، ولا وليس هناك استثمارات، وليس هناك جمهور. أعتقد لكي لا أطيل، أعتقد أنه أمامنا خيار أشار إليه الأستاذ فاضل، والمغرب عشنا قبل شهرين هذه التجربة. أي أول مرة ربما العالم العربي استطاع برلمان المغرب أن يوافق على قانون. قانون الفنان بمواصفاته العالمية. هذا القانون يحمي الفنان ليس فقط في علاقته مع الفرق المسرحية، ولكن مع مجال من الأموال التي هو موجود في شركات إنتاج الدراما التلفزية. ومع الأسف من هذه الشركات كانت هي العدو الأكثر شراسة لكي لا يوقف القانون، لأن هذا القانون سيجبر على شركات الإنتاج بعد ذلك أن لا تشغل أولا إلا الفنان حامل للبطاقة الفنان، لا أن تدبر على أي مجموعة من الشباب وهذا القانون يحمي حقوق المؤلفين حتى على صعيد الإنتاج الموسيقي الذي الإنتاج الموسيقي من خلال مكتب حقوق التأليف. وبالتالي أعتقد أن هذه الهيكلة القانونية هي التي تستطيع أن تمنح حقوق المسرح لكي يتجاوز هذه المنافسة الشرسة وغير الشريفة التي هي يمارسها عليها. شكرا لك استاذ يوسف حمدان. الوقت استاذ يوسف. ان شاء الله يعطيكم الصحه بعد موضوع يمكن في اسئله كثيره حقيقه، ويعني خاصه الموضوع يتعلق بقضيه سؤال كيف تدار الفرق المسرحيه وليس بحل شيء بحسب. والسؤال طبعا يقتضي ايضا تتداخل فيه او تتقاطع فيه اكثر من نقطه واكثر من معنى، يعني في التدخل في الفرق المسرحيه وتتقاطع مع مساله المهرجانات وايضا تتقاطع مع مساله الجمهور. يعني انا اتكلم عن بوصله الفرق وهي رؤيه الفرق المسرحيه. احنا نريد نتكلم يعني بعد ما تكلمت كيف تمنح التغيير للاخر، تكلم عن الفرق كذا كذا تطورت بعدين اصبحت. احنا نريد ما هي رؤيه هذا الفرق؟ يعني رحمه الله سعد الونوس في كتابه المهم بيان مسح حرك جميل نظر لمساله الفرق المسرحي، ماذا نحن بكلمه الفرق المسرحي؟ وباي اتجاه تتجه هذه الفرق المسرحي؟ يعني مساله مو مساله تخطب اليوم وقت العرض الجماهيري، بكره وقت العرض نخبوي، بكره وقت العرض من الشمال، غدا عرض في الجنوب والى اخره. العمليه انا اعتقد ان الوسط نسميها الوسط الطالب. الان اكثر الفرق المسرحيه لو نلاحظ فعلا ان هي فرق لرجالات وليست لجمهور. اكثر العروض المسرحيه تشوفها الان تقدم المهرجان، بل ان حتى جمهور البلد المعني ما يشوف العرض المسرحي. تقدم برواتب في البلد وفي العرض، العرض اللي قدم في الدوله الاخرى في المهرجان. فهذه ايضا مشكله، هل احنا نقدم للمهرجانات ام نقدم للجمهور؟ ما هي رؤيتنا؟ ما هي يعني تفكيرنا اللي نقول البحث في هذا الشان؟ يعني عندنا فرق ولكن نستطيع ان نقول هناك اشتغال بحثي من خلال اداره هذه الفرق. هل هناك مثلا مواكبه حقيقيه؟ لما تكلم اخوي احمد سلمان وانا اناقش تجربه المسرح الكويتي وهي مهمه فعلا، يعني في مجموعه حلوه من الشباب في تطور في ولكن منطقه مهمه كانت مفترض في دوله الاحمر وهي فرقه الخليج مع صقر بشور وعبد العزيز السايلي. دي اهم محطه مهمه في منطقه الخليج اللي فعلا كان توجه واضح والشغال واضح وبدون اصرار التعامل مع الجمهور وقال العرض حتى بجديده كان هناك اكثر من شهر يعرض تعرض المسرحي ويروح فيها اكثر من مكان وتمثل البلد اكثر من مهرجان. فبالتالي هناك استيعاب بالضبط الشغال
فكري موجود بين المجموعة اللي تشتغل في المزرعة. الآن صح يعني طرح قضاءنا بالنسبة لمسألة الدرج ومسألة المالية مسألة مهمة، ولكن هذه الفرق مع احترام عندي احترام، ولكن ما هي مدى مستقلية، كيف تكون مستقلة، كيف تكون أن تنتج ذات ولو معرفت مدى الحكومة بيزا دوس ما صرفت عليه، هل أتوقع مثلا عندي أنا أيضا مضختي مضختي الخاصة للاشتغال في المساء. المشكلة الأخرى اللي قلت هي أكثر فرق المساحية أن الكل يبدأ مثلا بعض المدى ممثل، العام الثاني شوفه مخرج، العام الثالث شوفه مؤلف، العام الرابع ممثل مخرج ومؤلف وسينما. المشكلة كبيرة حقيقة يعني حتى مساحة الاختصاص ما في، فبالتالي ما المسرحية أصبحت بلا هوية. ما هي هوية بالضبط من شو الفرق؟ وأكثر فرقنا حقيقة الآن في الخليج تشتغل بهذه الطريقة. يعني كيف نشتغل، كيف نؤسس لفرق أو لكيانات مسرحية ذات رؤية أبعد، مش ذات رؤية محدودة وقصيرة في المدى أو الآخر وبالتالي خلاص. فإحنا الآن أنا أقول بصراحة وحتى المهرجانات، المهرجانات حقلتها باحتفاء إعلامي. فهم قصدي؟ برغم أنها تطلع منها تجارب ولكن كانت هي احتفاء إعلامي بهذه التظاهرة المسرحية. ولكن ماذا نخرج من هذه المهرجانات؟ ما هي المحاضرة الحقيقية اللي احنا تقول اللي نتعرف على آليات تفكير في الفرقة من هذه الفرقة المسرحية اللي تقدم؟ ف يعني أنا أتعرف السبعينيات القرن الماضي لما مثلا في دمشق قام مهرجان المسرح العربي في دمشق كان هناك فعلا في فكر يشتغل ومخرجين وفي حوار وفي امور ان هناك وحتى الشارع يشارك هذه التظاهره. الان احنا مسرحيين بدون شارع، مسرحيين بدون شارع، فرق بدون شارع. نشتغل نشوف عقدتها نقدم العروض المسرحيه ولما نروح العقد نشوف من حاضر الحرب كلهم مدعوين اغلب. خلينا نشوف الجمهور هل احتفى بهذه الطائره؟ جينا هذه الفرق تشوف عروضها؟ في مشكله كبيره لازم يعني كلمه وما تكلم عن الشارع اكيد انت ايضا تؤسس بالشارع، مش انا اقول الشارع يوم يومين اقول انا نجحت عرضي. لا اقل هم اكبر ان الشارع يحمل فكر تقدمي، يحمل رؤيه فعلا ان هي تخلق انسان حقيقي، يعني انسان مش مستقبل او غني. حتى المفهوم الان للقطاع الخاص بس حسب ملتبس هناك من يقدم مثلا للقطاع الخاص عرض في رمضان كوميدي في اسواق كثيره في بلد كثيره، قال لك هذا قطاع خاص، وهنا قطاع خاص يشتغل بشكل مستقل مثل تجربه سليمان البسام في الكويت وهي نموذج تجربه اخوي مال الصليطي بمسرحه، وهو من اهم التجارب اللي اسس لها بشكل جميل عن طريق المسرح البروتستي بس الساحه اللي تناول المسرحيات السياسيه والمترشحون لقد في افضل ممثل كان فعلا بجلاله الساحه كل النقاد وكل الفنانين العرب على هذا المنطلق. ماذا يحمل؟ ماذا يحمل من هم ومن قضايا والاخر؟ هذا حمل ما نحتاجه اليوم اكثر من اي وقت مضى. ما شكرا طبعا الموضوع تحويل كثير. ما نستنى السلام بينا. ما نستنى السلام بينا. عشنا أكثر تجربة أكثر بعد انتقلت إلى مدينة أخرى و
وبدأت مع العيال يعتقد أن هناك قانون أساسي الذي ينظم العمل الجمعوي وعمل الفرع في المغرب هو قانون الحرية العامة صدر في سنة 1958 والذي يمكن جميع أنواع الجمعيات والفرع والشبيبات الفكرية والسياسية بمعنى ينظم جميع القطاعات وفق هذا القانون. من بعد هذا القانون لا ساري المفعول لحد الآن. طبعا المغرب عرف مجموعة من التغييرات خلال العقود الأخيرة خاصة العقدين الأخيرين، ولكن داخل هذا القانون كان هناك واحد العبارة التي تنتقل إلى جميع الأنظمة الأساسية للفرق والجمعيات التي تؤسس في المغرب. هذه الجمعية أنشطة هذه الجمعية غير ربحية. العبارة موجودة في آلاف الجمعيات والفرع والأخرى التي توجد في المغرب، وبالتالي هذه العملية تؤثر جانب معين وهو تؤثر الجانب المالي، جانب المداخل، جانب الاستمرارية، طالما أن الجمعيات والفرع غير ربحية وبالتالي لا يمكنها أن تنتج منتوجاً يعرض مقابل مثلاً العقد الصحي مقابل التداول. الآن من بعد سنة 1992 خلق صندوق الدعم المسرحي وبدأت منظومة جديدة لتشغيل العمل المسرحي من خلال الدعم الذي يوجه إلى الفرق المسرحية العاملة. ثم هذه العملية بدأت تنتج مجموعة من الفرق الجديدة التي أصبحت توجهاتها نسبيا نحو القطاع الخاص، وبالتالي تنتج مقاولات إنشاء شركات للإنتاج الفني تأخذ حسابات فقط. في نفس بعدها تطور النقاش إلى خلق الشيء الذي أشار له الدكتور سعيد وهو قانون لجنة المغرب لتنظيم هذا القطاع. أظن أن طبعا أنا مثلا أعمل في جمعية القطاع المسرحي، هي جمعية القطاع المسرحي هي جمعية غير ربحية. غير ربحية بمعنى أنها ليس لها مداخيل، وبالتالي أنها الإنتاجات التي تعملها ستكون على حساب الفاعلين بها. الآن مع الإنجاز الذي تحقق في المغرب في إكوادور قانون الفنان، المسألة التي ستطرح هي مسألة التفعيل. أظن بأن الإشكالية التي توجد في الوطن العربي الآن هي أن الفرق المسرحية والعاملين في الفرق المسرحية لا يجدون مرتكزا تشريعيا مجموعة قانون قوانين تنظيمية التي يمكنها أن تعمل على ظهور تخصصات تعليمية، وبالتالي إلى ظهور العقلية أو الممارسة المنظمة التي لا تقع إلى المزاجية سواء المزاجية الحكومات أو مزاجية الوزارات أو مزاجية القطاع الخاص إلى آخره. أظن أن هذه العملية ديال الجانب التشريعي له دور مهم في تحديد كيف تدار هذه الفرق. الأستاذ فاضل السوداني أشار إلى تجربة الدنمارك، أقول بأن تجربة الدنمارك أيضا موجودة في المغرب. المغرب أيضا الشركات التي تساهم وتدعم أعمالا فنية أو إنتاجات فنية تخصم لها ذلك من الضرائب. ولكن المشكلة ماشي القانون، والمشكلة هي أن هي كثيرة عن الشركات وكثيرة عن البرنامج، تعرف هذا القانون، وبالتالي هو ما تيقلوش كبار، وبالتالي أنا ما تقدرش تدعم لأنها ما عندهاش حمية، ما عندهاش ضمانة. شكرا. مستر عارفين اسمك الدكتور دي؟ الدكتور أحمد. هل تم التفكير في عمل نقابة ضمن مشكلات أو إعلامية أو تكون نقابة يعني مسؤولة عن الفرق الخليجية وتتوالى مشكلاتهم كلها حتى لو وصلت في بعض الأحيان إلى القضاء؟ وفي المكان بعض الزملاء يتحدثون عن قانون
يحمي هذه الاعترافات؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني، اشرت الاستاذ احمد الى انه في مرحله اصبح يبني الفرق الممثل الاكاديمي او الفنان الاكاديمي. ترى وجود هؤلاء الاكاديميين المتخرجين من معهد الفنون احسن هذه الفرق ام اساءت؟ السؤال الثالث يخص مدى يعني قرار او تدخل الفرق المسرحيه في قرار اختيار لجان التحكيم، وماذا اذا جاءت بعض قرارات لجان التحكيم جائزه ظالمه او على غير الهواء او على غير ما يجب ان تكون. طبعا هل عندنا مضيافه لاستاذ الفرق مع الاستاذ مستر مضيافه لوحدي هناك في الوقت عزل المشكلة إذا استأذنوا من الأصانع عليهم أي مشكلة. لا أنا بصير ملتزم لوحدي، أنا وحدي اشتغلت أيضا مع إخواني بدون عليكم، وبالتالي استئذان. من المداخلات القيمة ممكن السؤال يوجه للأستاذ أحمد السلمان، كان رغم أنه السؤال يدور في المسرح الإماراتي، ممكن أسأل عبد الله يفتح. هل يكتفى أن تكون الفرقة المسرحية إطاراً؟ يعني أن يكون المخرج من خارج الفرقة، أن يكون أحياناً ممثل من خارج الفرقة، أحياناً السينوغرافيا من خارج الفرقة، إذن ماذا يبقى للفرقة المسرحية؟ هل يبقى فقط الإدارة؟ ثم هل بالتالي هذه الرؤية تتحول الفرقة المسرحية إلى شركة عندئذ تصبح عالمية يدخلها من يدخلها ويأخذ مكتب وقت ما يشاء؟ إذا ماذا هنا تصبح تداخل بين العالمية والمحلية؟ ماذا بقي من المحلية والوطنية عندما نتعرف على الفرقة المسرحية؟ صحيح. تفضل أستاذ، عندك هنا، عندك أستاذ. آخر واحد أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن الفعل الطبيعي للاستمرارية للفرق هو هي الأولية بعد الفرق الهواء والفرق في المحكمة. وفي مقابل الفرق المحكمة أيضا الاستمرارية إسعاف الرجال الموصلين على المنظومة أو لمصالحهم الذاتية والفخر. في البلاد في ألا أشكال من الفرق وبعض أشكال من ألا وأعني الفرق الأهلية. في فرق مؤقتة بالهوم للمخرج وهم بعدان الآن موجود وقت جاء الجمعة وشاهد 117 عرض مسرحي 117 فرقة مسرحية في القائمة هي الهوم للمخرج. لا تستطيع أكثر من شهرين إلى ثلاثة شهور، وشهد الإدارة عرفت في الفرق مسرحية هي قائمة على المخرج نفسه، هو مدير ومدير مالي ومدير فرق للفرقة المسرحية وتنتهي بانتهاء المهرجان. بشكل ثاني هي أكثر استمرارا في مصلحة الطفل، والارتباط بالموسم المسرحي مرتبط بالمؤسسات التعليمية بين الفئات. ودي في القالب أنه ينتهي إلى هذا الاحتمال مدير ومدير مالي للفرقة بالإضافة لمبرر أو مخرج يقوم بالعملية الفنية داخل الفرقة. المشكلة الثالثة هي الفرق المعنية أو المتعلقة بمجالات المسرح التنموي والمسرح التفاعلي، ودي أغلب المنظمات اللي تبع أو المنظمات التطوعية في السودان، ودي غالبا مرتبطة بمشروعات تقدم لمؤسسات أممية أو منظمات أممية أو منظمات أفريقية أو منظمات عربية أو حتى وثائق. دي إدارتها بشكل إداري مختلف، لأنه شرط المنظمات أو شرط المالحين في البروجيكت يكون هي منظومة إدارية مستقرة. في القالب هذه الفرق يتم إدارتها إذا كانت البداية بعد علاقة بالعملية الفنية. هم من كوادر إدارية في علم الإدارة المختلف. يتم تكوين مكتب تنفيذي يقوم بإدارة الفرقة ويدير إدارة فنية للفرق المسرحية. أعتقد أنه هذه الأشياء بتنوعها هي أشياء إدارية محددة إلى حد ما استقرار داخل الفرق، لكن الأساسي لها هو استقرار الفرق نفسها في الإنتاج المسرحي.
يرتبط الشارع بإدارة حجم الاستقرار استقرار المنتج. شكرا استاذ، شكرا. دقيقتين استاذ عندك دقيقتين احنا عشان نختم. دقيقتين يعني الوقت. استاذ أهل السودان اسم الله نهرة. الفرق المسرحي لماذا يكون همها هو إنتاج عروض مسرحية فقط أو إدارة مخدمات، وخاصة في الدول التي ليس فيها مؤسسات تربوية مختصة بالمسرح؟ لماذا لا تكون على عقب هذه الفرقة أن تنتج عقول مسرحية فنية تقنية في إدارة الورش، في إدارة الفيزيوغرافيا، في التمثيل؟ لماذا تقتصر على إنتاج نشاط أو تظاهر مسرحية، وإنما هي الآن دورها وخاصة في الإمارات أو في قطر أو في بعض الدول التي لا تملك مؤسسات تربوية في إنتاج عقول مسرحية في البحث، في التطوير، آلات ومهارات؟ احمد قبل ما تتكلم هو الاستاذ الرفاعي ما اخباري مصر يقول انت ما اخباري فخلي يتكلم استاذ قبل انت قول عزيز حق عزيز لا نضيف في تقييم الوقت انا بس اقول ذلك المخرجان فيما يتعلق بالوقت في اننا نتحدث يعني عن عده مشاكل ولكن مترابطه واثني على جهود دار الثقافه ترفع اختارت هذه العناوين بحيث انها ثلاث مطارات، ولكن عند النقاش نتحدث عن كل عنوان باعتباره جزئيه يعني هو المشكله بحد ذاتها، وانا ارى انها كلها حلقه متصله بسرعه وعجاله. ساتحدث عن تجربه تركيا، دائما نقارب مع دول سقف العالم امريكا، دنمارك، واؤكد على كلام الدكتور فاضل الاستاذ غالي والأستاذ المالك. تركيا تركيب أنا قمت فيها 9 سنوات، تركيبتها الثقافية والاجتماعية لم تكن متطابقة مع المجتمع العربي، متقاربة جدا. فيما يتعلق بإدارة الفرق من ضمن المنظومة، من ضمن القرار السياسي، البنوك جميعها لديها دائرة ثقافية، والدائرة الثقافية هي تظهر برفع الشأن العام في القضايا الثقافية والمعالي الثقافية ومنها المسرح، ويتم التعاقد مع الفرق لمدة عام أو حسب المنتج أو يعني كعقود لأي عمل آخر. وأعتقد أنه في هذا الجانب يعني أتمنى أنه يتم الاطلاع على هذا التجربة ولن وانا اتمنى ايضا المسرحيين عام يعني الاطلاع على هذه التجارب ان تنقل ايضا من لنا حتى فعلا يعني ان نطلع على تجربه في بلد ما يعني يعرفنا ايضا عليها من خلال ايضا الاستثمارات اللي تاتينا من الجيل الاخر كما عرفت فيها بحيث ان نطلع على هذه الكتب ونثقف نفسنا في الجانب اللي له علاقه بالدراسه في الطرق المسرحيه. تفضل استاذ احمد. استاذ اشكرك على سماح لي بالحديث. للأسف يعني ندرس كيف تدار الفرق المسرحية العربية. يعني ممكن أقول جملة أنها ذات أساس ذات هناك تخبط وازدواجية في التعامل مع الفرق المسرحية المحلية الأهلية يعني أو التجارة. من واقع مثلاً أحد الفرق عن الفصل من واقع عرضت مسرحية لا يوجد فيها إسفاف اجتماعي ولا تعتبر كان لم تجاوز الخط الأحمر باعتبار يعني يخص رجل من إدارة الدولة أو رجل من الدولة أو من المجتمع يعني. فعرض الفرق
هلا المسرحيه لها قرار ثاني اليوم من الجهه المختصه مسؤوله عن الثقافه والاعلام في توقيف المسرحيه. هذا اتفاق الدعم على يعني هذا التصرف قد يكون يعارض وليس المعنى. بينما عروض اخرى تجاريه فيها اسفاف مجتمعي اسفاف اخلاقي تسمح لها وتعرض لتخرب مبادئ وقيم المجتمع. فاي تجاره؟ الإدارة هي الازدواجية في التعامل مع الفرق. فرق مسرحية واضحة تجربتنا مع التجارب الأخرى في الخليج أن تبقى إداراتها موجودة على مدى 10 سنوات بنفس المسميات الإدارية. أي الإدارة؟ هناك بعد بعض المؤسسات الثقافية تعلن اللوائح ولكن لا تتابعها ولا تشارك في تطبيقها. واتمنى ان لا تكرر هذه الكلمه بالضبط. شكرا. طبعا في نقطه معينه يمكن كثيرا ما حد شافها او يمكن يستخدمها لها فيما يتعلق ان تلاحظون ان معظم رؤساء الفرق المسرحيه هم بالاساس فنانين. كنا فنانين احمد سلمان انا صفر احمد الجسمي وفي النهايه على فكره وكلنا متطوعين ولسنا مؤمنين. ما ناخذ اي شيء. تفضل استاذ. لما تكون في الإدارة لازم تكون صاحب قرار. شلون تاخذ قرار عشان تدير هذا الفرقة؟ لازم تكون صاحب قرار وتتمسك في قرارك. احنا أول ما استلمنا في 2002 لا يوجد عنصر من خارج المسرح إلا العنصر النسائي. المخرج يكون من المسرح، الممثلين من المسرح، السينماغرافي من المسرح، الإضاءة، الصوت. كل العاملين في المسرحية كلهم يشيلون هالمواد لكن قاعد يتعلمون جماعة يعني ما تقدر يعني إنجاز فيه. وأنا قلت موسى عارفي كان مهندس ديكور أعطيناه فرصة حقيقية فكل لأن أنت بالنهاية تعطي فرص للمواهب اللي عندك الفرق اللي ضميت. خذنا هذا القرار ليومك ما في فرق ما في مخرج أخرج مسرحية من 2002 لغاية 2014 من خارج الفرقة كلهم من عناصر الفرقة. إيه في فرق بس أنت عادي من فرقة لفرقة تختلف يعني. إيه دكتورة صوفيا شوفوا إحنا لما استعنا في طلبة المعهد طلبة المعهد كل سنة يعني يتخرجون تقريبا 20 واحد. احنا ممكن ناخذ 2 أو 3 هل 2 يكونوا متميزين من خلال المعهد او عرض التخرج. لما نشوف انت عرض التخرج وتتابع عروض التخرج في المعهد تحس في 2 أو 3 يعني متميزين. فانت تحاول انك هذول تضم للفرقة على اساس تتطور من خلال أعمالك بوجود هذول الفنانين، لأن في النهاية أنت تشتغل على مساحة الفنان هو خريج هو أساس الفرق. زي أحمد لما كمل على السؤال، شو اللي يغريهم أنت خدتهم؟ شو اللي يغريهم أنهم يبغون عندك كويس مع المقام؟ الإغراء هو إعطاء الفرص والتنويع في العروض هو هذا الإغراء، يعني إحنا قاعد نشوف فرق مسرحية واحنا بعد كنا في نفس الوقت مخرج واحد لمدة 10 سنين. 10 سنين مخرج واحد كل المهرجانات تشارك فيها. فأنا لما يكون عضو في نظام حق هذه الفرقة ويدري أن هذا المخرج هو اللي بيخرج يقول لا والله أنا في فرقة ثانية على أساس آخذ فرصتي فيها. فإحنا يمكن خلال 12 سنة كنا أعطينا أكثر من 15 مخرج فرصة. ولو واحد ودشينا فيها فوائد ودشينا في كذا لكن هذه التجارب والمسرح ملء جزر مو انت كلها فوق ولا انت كلها تحت مره هيك مره كثير مره. بالنسبه لقرارات لجنه التحكيم هذه مشكله لكل المهرجانات ممكن تكون محليه او خليجيه على مستوى الوطن العربي. بس احنا في الكويت شويه يعني مثل ما تقول الريحه فاحت يعني محسوبيه فلان فرقة فلان فرقة فلان
أنا في يوم من الأيام خلال 5 سنوات مع رجال الإفراطي كنت أحد المؤسسين في هذا المهرجان، وكنت ماسك اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية، وكنت أرشح أعضاء لجنة التحكيم. عمري أنا كنت أرشح، لكن عمري ما قلت حق هذا الأبو اللي أنا رشحته عقب الدكتورة صوفيا أو عقب عبد الله صالح، لأن أبي أخذ يعني ضغط جهد عبد الله صالح من يعني خلال توصيتي عشان الدكتور ياخذ أو فلان ياخذ أو فلان يحصل على جائزة جدا، يعني أخذت حق واحد تعب في هذا العمل، والعمل كلها تقول إن هذا العمل هو الفائز، هذا العمل هو يعني لا تفترض الغباء في البقاء والصحفيين والدكاترة والمعهد والضيوف الجايين علشان كنت حابي فلان على حساب فلان، او هذا الشخص قبل 2 سنين خلى، خلينا نعطيه واحد ثاني، مو حلاوه، مو طبخه هي، وما تصير يعني، بس ظلم في حق الفرقه وفي حق المخرج وفي حق العاملين في هذا العمل، انت ظلمت هذول الاشخاص اللي اشتغلوا. هني في ناس وايد ابتعدوا من مهرجان المسرح المحلي يقول بسبب هذه الامور هذه. وانا واحد منهم في 2002 ابتعد نهائيا. رجعت بعد 14 سنة اشوف نفس المشكله. احنا الحين كفرقه مسرحيه اهليه قدمنا مذكره لمجلس الوطني لتغيير اليه التحكيم. تغييرها كلها على اساس انه نتخطى مراحل المجاملات ومراحل وضعت فلان خشيك وإذنك على موجودة يعني، أو فلان والله بيجددون لأبوه عشان يحقق إنجاز بيجدد، لا 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 على حساب الحركة المسرحية الكويتية لا مصير، لأن نتائج المهرجان هذا حكم، نهاية حكم، لما يكون الحكم جائر بهذه الطريقة أنت قاعد تسيء للحركة المسرحية بطريقة مباشرة. يعني أنا يمكن مثلاً يوسف حمدان حطيتها بلجنة التحكيم، لا يمكن أوصي أقول لعبد فلان أحمد الدوشي ولا عبد فلان، لأن هذول ربعي يوم مسؤولين على حساب عبد الله صالح على حساب، لا لا هذا ظلم حرام يعني، ما يجوز تاخذ حق واحد وتعطيه شخص آخر لا يستحق لمجرد أن هذا الشخص عنده ظروف معينة في مكان معين عشان يمشي أو بحصل منصب أو بحصل كذا أو لك على حساب الحركة المسرحية. فلازم الآلية تتغير، واحنا مقدمين كفرق مسرحية بتغيير الآلية هذه، وإن شاء الله في المرحلة السابقة لن يكون هذا الطول يعني الفاضح، يعني الشمس شلون تغطي صعب انك تغطي الشمس وتطلع الناس هم ما يفهمون، انتم الخمسة تفهمون لا ما يفهمون. بالنسبة للأستاذ ترى فرقة المسرح الكويتي عندنا مخرجين سينما، عندنا مخرجين تلفزيون، عندنا مخرجين إذاعة، وعندنا استديو إذاعي، مسلسلات إذاعية شغالين طول السنة، نبيع على قطر ونبيع على الإمارات ونبيع على، بس لا يمكن مثل ما قال أحمد الدوشي إن ندش عندنا ورش مسرحية وعندنا كيف تدار الفرق، يعني نفس الندوات هذه مستمرين على طول السنة. حصلنا على جوائز السينما في مهرجان أبو ظبي، في مسرحية نورة حولناها إلى فيلم، وحصلنا في الأفلام القصيرة المسرح الكويتي حصل على أفضل فيلم في مهملات، وعندنا استاذ أحمد الخلف اشتغل في المعهد هذا أفضل مخرج على مستوى يمكن الوطن العربي، دول رئيسة الدولة التقديرية الثانية يأخذها، هذا مخرج في المسرح الكويتي أو في الفرقة هذه. عندنا كتاب ناصر الملا، عندنا كثير من وقاعد ننتج حتى مسلسلات حتى سفرات حتى كذا، بس لا يمكن نتجه اتجاه القطاع الخاص ونقدم مسرحيات جماهيرية، هذا مو دور المسرح الفرق المسرحية الأهلية، احنا دورنا ان نقدم اعمال نوعيه ترتقي بمستوى الحركه المسرحيه الكويتيه، ولولا الحركه المسرحيه الموجوده في الخليج كان ما كان المهرجان هذا ولا مهرجان الخليج ولا المهرجانات العربيه، لان كلها مقامه على
الفرق المصلحية. بعض المهرجانات مقامة على القطاع الخاص. كل المهرجانات اللي نشوفها في الكويت، في البحرين، في الخليج كلها، في الإمارات، في كل مكان، يعني تشوف قائمة على الفرق المصلحية الأهلية. لأن هي هذه الفرق رائدة في المنطقة. هي يعني قامت في الستينات ومستمرة على هذا المنطقة. الدولة إحنا عندنا الحين تقريبا من 5 سنين الكويت يعقولنا مجلس الوطني للثقافة والفنون يعني لكل عمل مسرحي جماهيري 150,000 دولار عشان تقدم جماهير المسرح الكويتي كان يدخل في هذا ما في شيء الحين لحراية العالم لأي واحد يقول إن المسرح الكويتي قدم عمل جماهيري ترى إحنا بالمسرح مسرح ما في تجاري في قطاع خاص وفي قطاع أهلي. القطاع الأهلي هي الفرقة المسرحية الأهلية، والقطاع الخاص هي اللي يملكونها أشخاص يقدمون من خلالها هي يعني وراها الكسب المادي أكثر من الثقافة. طبعا يعني قبل يوسف يعني تعليق بسيط وبترك الختام للأستاذ ماكي سماك، تكلم عن ظهور الجمهور الفرق المسرحية في أنواع من قرون الأستاذ أحمد من الفرق المسرحية النوعية تقدم أنا أحسن تماماً نحن في الإمارات أحسن تماماً أنا الشعبي ممكن أستعين وعليك فترة على فكرة من زمان الكلام في الثمانينات تخانقنا ما بين مسرحنا ومسرح دبي الأهلي اللي فيه ناجي حاري وعمر مبارك خناقة هم فاهمين المسرح بطريقتهم ونحن فاهمين فكنا هاي طبعاً هو يعني مثل ما قال هو عاق كبير وهذا مسرح مسرحي في مختلف البلوغ وكل واحد من الجوهر يدعي أنه هو الأفضل على الآخر وأن ما يقدمه أفضل على الآخر ويمكن في النهاية يبقى مسرح أستاذ يوسف عندك خير طبعا مقطعين ما يحتاج يكرهون ونستحي لكل احد اخواني يعني احنا عندنا ايضا مشكله في المراكز الصحيه في الدول المجلس التعاون او حتى في الخارج مع الدول العربيه الفرق الاهليه نفسها هي اكثر من شخص فيهم اكثر من فاعل وناشط في الفرق هذه هو ايضا يدير قطاع خاص وعندنا شركات التاجر تداخل بين العمل الهويه يعني في فرقته وبين القطاع الخاص هو بيشارك ما بيشارك في احنا الجسم مو بيشارك في الفرق يعني لا أقول لك يعني صدق يعني هاي حقيقة في دول عندنا مو عارف يطلع ضرائب يعني بيصور وهذا بيصور وما في نفسه اللسة الثانية إحنا لازلنا على طريق البيروقراطية القديمة وأنا بدأت سنح وتفنى أنا بأي تفنى استخدام إداري أكمل وأهم إداريين في المسح الكل في العام وليس فقط طبعا لكن كفنان هذه يسمح كثير الجهد الفني والإبداع حقيقة معطاء يعني أنا رأيي إن الفنان المسرحي ممثل مخرج صرافي يكون في مجلس إدارة اللي عندنا إحنا في دولنا وفي الخليج بشكل عام حقيقة يعني المفترض لا كنا مجلس إدارة آخر ما له علاقة مثل ما يصير في الفرق الأوروبية يرفضون على شيء يرفضون مجلس إدارة ممكن منتج هو شكل فريقه بعد مثل إحنا لازم سبعة مجلس إدارة رئيس نائب رئيس ما مش بمنتج أو مسؤول فرقه هو بس فرقه شكل اثنين إدارة معه مليابيون يقوم دير العمل ويرسم الخطة مرت المسح ويمشي ويشارك في كل المهرجانات من جديد احنا معنا اللي معنا هذا النوع فتحصل مهرجانات او فرق المسرحية او عروض المسرحية واضبة على المناطق العربية ما تخبر لكن نحن لا عرض قدمة المسألة اللي بشكل فيه التونسيين اكثر شيء توانسي لشكل فرقة فاضل الشعيبي جعلتني فرقة توفيق الجبالي فرقة هذولين يطلعون يشكلون فعلا يعني فوق المكافاه المهرجانات العربيه يدورون عليهم صح هذه مساله اداره الفرق هذا اللي عندنا سلبيه ان العالم العام برا وبحطه في الخليج بحكم عام الاخرى وهي اهم نقطه عندنا هشاشه حقيقيه في اتحادات المسارح يعني المشكله وش؟ ما بتكلم عن الكويت احنا ايضا بالبحرين بعد حطوا بلدرعيه المسرحيين وخطي الى فاضله لا الاسم ولا المعنى ولا الهويه ولا اللغه فهمت قصدي؟ وهذا ايضا مشكله رغم ان المحتوى
اكثر النقابه تلعب دور مهم، ليس مجرد ان احنا بدنا نقابه النقابه هي، واحنا للاسف الشديد نقابه المنامين نقابه المسيحيين في دول كثير مهمه. شكرا استاذ يوسف، شكرا. عندي عرض تفضل استاذ نحي. عفوا استاذ يوسف، فعلا يعني انت لما تكون فنان وتشتغل اداري ترى يعني تاخذ حق فني، حق انت كفنان، وانا فعلا 14 سنه ابتعدت عن المسرح بسبب اني انا ماسك الاداره وعشان اعطي فرص حق الشباب. يمكن بالمهرجان الاخير رجعت انا للمسرح بناء على طلب مخرج اصر وعلي الحسين ان هذا الدور دوري يعني. حاولت اني اوخر عن العمل اني بكون اداري، قال لازم تمسك الدور، واصروا عليه المجموعه كلها، فيصل عليه والمجموعه قالوا يعني هذا الدور دورك. فيمكن في كلمتي اللي كتبتها لكنت اشتقت الى المسرح، خشبت المسرح واشتقت الجمهور، لان هذا الجمهور المثقف الواعي اللي واستمتع وانا امثل قدامه. يعني ممكن اضحي التلفزيون واضحي كل الدنيا هذه عشان يوم من الايام اوقف قدام الدكتوره صوفيا وقدام احمد الدوشي وهذا الجمهور المثقف اللي عارف دور المسرح، عارف الحركه والاشاره على المسرح شنو والنظره على المسرح شنو. كان لي انا كممثل وممكن بعد خمس سنين سبع سنين عشر سنين ما اعرف. شكرا استاذ عبد الكريم. استاذ مكي نختم معاه جلستنا. حاضر استاذ. أنا لا أعتقد أن لدي الكثير أضيفه، ولكن استبعد على أنه التفكير في كيفية الفرقة المسرحية لازم ننتظر من ضرورة الاهتمام بتنظيم علاقة الأطر بتاعت هذا النشاط بنشاطنا. ونحن في السودان وجدنا بعد سنة 73 هناك دفعات كثيرة جدا من خريجي كلية الدراما والموسيقى يحتشدون في الساحة وفي المجال المسرحي، ولا بد أن تنظيم هذه العلاقة. بعضهم يحاول يؤسس فرق خاصة ولكنها لا تجد التمويل من أي جهة. الجهة التمويل الرئيسية هي المسرح القومي وهي وزارة الثقافة وهي اللي عندها الميزانيات، والموظفين اللي فيها ياخذوا مرتبات. فلا بد من اصدار تشريعات تنظم علاقه هؤلاء الناس بهذا النشاط. عشان كده احنا لما فكرنا في الفرقه القوميه للمسرح فكرنا انه نضع هذه الفرقه تحت مظله تشريعيه تحميها وتحمي الاعضاء وتهيئ حياه مستقره وتهيئ لهم ايرادات كانوا حتى انهم ما يدعوهم الى ابتزال المسرح في انشطه لا تليق بما تلقوه من علم ودراسه وهكذا، خصوصا انه صار عندنا كميه من الفرق الصغيره واللي هي بتمارس الفرق اللي هو الحاجه دي هي فيرمانيكات اللي هي بتشتغل في المؤسسات وفي الاسواق الخيريه وفي المناسبات الخاصه، وهم بيحققوا دخول يعني مريحه جدا بالنسبه لهم ومغريه للاخرين بانهم ينهجوا على هذا النهج او يمشوا على هذا المنوال. فعشان نحمي احنا هذا الخريج اللي درس وتخصص ونهيئ له الوعاء المناسب اللي استوعبه، احنا قلنا لك انشاء فرق رسميه مضروبة هي فرقة قومية فيها كذا شعبة. ووفرنا له الميزانية ووفرنا له الوضع اللي خليه يشتغل بحيث انه يتلقى في داخل الفرقة إلى أن يصل مستوى مرتب وفي وزارة من غير ما يغير مهنته أو يغير الشغل بتاعه. يظل هو ممثل ويتلقى ويتطور إلى أن يصل مستوى وكيل وزارة. وتكون المرتبات بالنسبه له مجزيه جدا ومريحه وتضمن انه يستقر في هذا بالنسبه للفرق بتاع الرواد. برضه احنا
من الإصدار الإشتراعات اللي بتخليه إحنا نتابعهم حتى لا يبتزل المسرح لغرض الكسب المادي ويوصل لمستويات تكون من النشاط اللي بتجري على الصلاة متناغم مع بعض البعض. إصدار التشريعات المناسبة لهذا الوقت. نحن سبتي حول الشركات يعني خير شن الشركات اللي تدير الثقافة وتدير المسرح يعني كيف تكون شركة يعني أنا أحكي كنا مدير شركة يعني ممكن كل بزنس هو أوقع عقد معه أو كل يوم أنا بقول له إلى الطرق وسليم جديدة يعني الدكتور بدي إلى المسرح أنا تغلب أنا بقول له إذا المساجد حولت إلى شركات سنحول الإطراف إلى شركات. شكرا جزيلا. شكرا.